السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا بس دقيقة معاكم إخواني. دقيقة بس، في شيء مو طبيعي. لحظة شوي حنشوفه. شو الموضوع هذا من السالفة؟ شو السالفة؟ بس خلكم معي. كبيرة مسافة. اوكي كذي ماشي ماشي. نعطيه هني بعد سوي كذي. اوكي نجي هني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسعادة العزوة يا أهلنا، وتاج الراس من فوق. الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله. الله يبارك فيكم ويجعلكم من أهل الجنة إن شاء الله. خلونا بس يعني ودي أتكلم في موضوع، بس قبل أتكلم فيه تكلمت اليوم فيه. إي صح. خليكم بس ما دقيقة واحدة. نشرب بس ماء. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لعن كل من عطش مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. نبلش. شلون زهير ما يرد؟ زهير يرد على الكل يا الغالي، شلون ما يرد زهير؟ عندكم رقم 96 996 455 أو 9 6 9 9 6 2 3 3 أو 6 6 0 0 150 7. شلون ما يرد زهير؟ يرد عليكم. معقولة ما يرد زهير؟ مستحيل يعني. خلونا نبلش. راح نتكلم معاكم كم موضوع. بعد شوي نفتح باب ال الله يعطيكم العافية. خلونا نبلش بموضوعنا، بس ننطر ناخذ أسئلتكم. أقول لهم احنا بعد ايه على طول نصكك بلوك، ما راح تجي مرة ثانية لأنك أنت واحد من المافيات. حتى مسجاتك بالتحديث الجديد مع السلامة. الله يعطيهم العافية اللي حدثوا. يدرون في ناس للأسف حثالة يعني على طول، شوف حتى تعليقة تروح تنزل. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك كابتن؟ شلون صحتك؟ حياك الله حياك الله كابتن. وياك برغام من العراق، تاج على راس اهل العراق. حياك الله تفضل. رحم الله والديك كابتن. قبل يومين حلمت بيك. ان شاء الله خير. والله كابتن هم حلمت حلمين، هم مو بس حلم واحد كابتن. عود حلم انت مرت قبل 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 لا تقول الحلم.
إذا كان زين قوله، إذا كان مو زين لا تقوله، لأن في رواية لا. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه متجمع الأخيار، دائما الحلم، خليني أعطيكم بس المعلومة هذه، إذا قلت الحلم حق واحد ما يعرف يفسر الحلم وفسره يتحقق تفسيره. خليني أبين بس بالموضوع هذا، يعني إذا في واحد حلم في شخص حلم مو زين، الأفضل إنه يتصدق أو إنه يقول أتصدق، يقول حق اللي حلم فيه إذا كان مو زين تصدق، ادفع لك شيء، دفعة بلاء أفضل. لأن أي واحد الحلم نعم خطير، نعم إخواني خطير جدا ترى، إن واحد يحلم حلم ويقوله، أو حتى لو حلم عنك هم ممكن يتحقق، حتى لو قال تفسير الحلم طلع يعني غلط يتحقق، حتى لو غلط يتحقق. هذه الأمور مذكورة ومثبوتة عندنا، يعني حتى مثبتة. فإذا خير قوله، إذا مو خير بارك الله فيك لا تقوله، وخليني أدفع صدقة. يا كابتن الحمد لله خير، هو إن شاء الله. تفضل كابتن. أول حلم أنت على سات جالي العراق، ها كابتن؟ شلون؟ ودخل عدبيتنا بعد. كابتن أول حلم أنت على سات جالي العراق، أني جاي العراق. حلو، خلوه يكمل حلمه. يبش فيكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي كابتن عبد الوهاب، حياك الله، اسمك وعمرك يا الغالي. وياك جمال المطيري، عمر 21 سنة. تفضل حياك الله. بغيت أسأل عن البروتينات اللي اسمها الوي بروتين. إيه. إيه، أنت كنت يعني ضد البروتينات. مو أنا اللي ضد البروتينات. أهلا. إيه. كمل. إيه، أنا بغيت أسأل عن الوي بروتين اللي مو موجود فيه، اللي يقول لي، أنا سألت دكتور يقول لي ما فيه إلا في مصل الحليب. مصل الحليب. صحيح. ايه، ما في لا منتجات خنازير ولا الاشياء اللي تقول انت. ماشي، الدكتور اللي سالته تقدر تدق عليه تخليني اسئله قدامك عشان تطمئن؟ دكتور تغذيه ترى هو بعد. اي اوكي، دق عليه وخلي يصير على الهواء مباشره، دق عليه الحين. حياك الله. الدكتور في جامعه الكويت هو حتى بعد. اي دق عليه، دق عليه الحين عشان يكون يعني. ما عندي رقمه، هو دكتور يعني. عفوا، اقصد يكون وجه لوجه، يعني اخواني انا ودي بس ابين مساله، ان اي واحد يقول لك شيء قول له تعال على الهواء مباشره، قول له يوميا الدكتور والكابتن عبد الرحمن الحداد يشبك بالليل من بعد المغرب، فانتوا ليش ما تسالونه قدامنا؟ صح ولا لا؟ قول له دكتور ما انت خسران اذا انا اتصلت عليك وخليتك ترد على الدكتور والكابتن عبد الرحمن الحداد، يعني ويصير على الهواء. لكن لو انا قلت لك شيء الحين ورديت عليك بهالكلام يمكن ما تقتنع. انا بغيت بس وجهه نظرك. وجهه نظري انت احتياجك، انت ليش تبي البروتين؟ يعني انا بسالك سؤال، شوف خلنا بس اعطيك مقدمه. اول شيء هو يقول لك مكمل غذائي، صح؟ اي مكمل غذائي يكون. تخيل بس اجاوبك، تخيل اخوي مطيري ولدي، تخلي يقول لك مكمل غذائي، ركز معي، مكمل غذائي واحد، مكمل غذائي قبل التمرين، مكمل غذائي اثناء التمرين، مكمل غذائي بعد التمرين، مكمل غذائي اول ما تفتح عينك وتقوم من النوم، مكمل غذائي قبل لا تنام، مكمل الغذائي قبل الوجبة، مكمل بعد الوجبة، مكمل قبل الزقارة، بعد الزقارة، المكمل الغذائي قبل تطلع من البيت، مكمل غذائي أول ما تدش من البيت، مكمل يعني شنو؟ أي مكمل هذا؟ ما صار مكمل هذا، يعني ما صار مكمل غذائي اللي حياتي كلها مكمل. والله حلوة، يعني أنا أقوم من النوم أكل، اروح النادي اكل، اثناء التمرين اخذ، ورا التمرين اخذ، قبل العشاء اخذ، بعد العشاء اخذ. اي مكمل هذا صار مكمل؟ يعني بالعقل هذا مو مكمل غذائي. بارك الله فيك دكتوره، بغيت اسالك. خلي بس اكمل لك بس، هذا ما صار مكمل غذائي، هذا صار هم ينصبون يقول لك مكمل، قول له يخرب بيت امك، مكمل وحياتك كلها اكل حبوب، شراب، بودر، ابر، كل هذه مكمل؟ يعني انتوا تلعبون على منو؟ قول له شي تلعبون على منو؟ كل شيء مكمل مكمل مكمل، هذا ما صار مكمل، هذا صار حياته كلها بلع سلق بيض، وين المكمل هذا؟ ثانيا قول له دكتور، قول له عفوا دكتور انا اقدر اخذ طبيعي، ليش انتوا تحدونا دائما ناخذ البودر والنجاسات والقاذورات؟ قول له لو ما كان في مشتقات الخنازير، قول له بسالك سؤال يا دكتور يا مثقف او يا خبير، ها؟ قول له سؤال واحد،
انت ليش ما تنصحني اشرب حليب طبيعي؟ ليش تحدني وتحط لي فخه وتقول لي اخذ الحليب هذا؟ ليش ما تقول لي اخذ الحليب الطبيعي؟ هو هذا المكمل احسن من اكل الله؟ هو افضل من الله؟ هم اشطر من الله؟ استغفر الله، يعني انا اسف، استغفر الله، يعني هم اعلى من الله بالمكونات؟ الله اعطاك بالحليب مكونات عدل، انت تيجي تلعب بالمكونات وتمدها تخليها بدل تخلص 3 ايام او 4 ايام تخليها 6 شهور او تخليها سنه، انتوا افضل من الله وتحط لي فيها مواد حافظه. قول لها يا دكتور باختصار هذا الحليب مو حليب الله، هذا مو مصر حليب، لا هذا حليب الشياطين، حالبينه من 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 امراه ابليس، من امراه ابليس محلوب. ليش؟ قول له لان في قاذورات ونجاسات وفي مواد حافظه التي نوعفنا حتى طريقه الحليب، يعني ان نحوله الى بودر يعني مصيبه. فقول له ليش ما تقول لي اكل طبيعي؟ لهالدرجه احنا صرنا رخاص؟ لهالدرجه احنا صرنا ما لنا قيمه؟ فهمت يعني ليش تاخذ المكمل؟ انت تقدر تشرب حليب ولا لا؟ دكتور انا بقول لك اقصده، انت الحين لما تاكل بيض في بعض الناس ما يتقبلون البيض. لا ياكل بيض في اقول لك شغله، ركز، خليني اجاوبك. في بيض النعام، في بيض الحمام، في بيض ابيض، في بيض التماسيح، في بيض يعني مليون بيض فيه، الا بيض هذا مليون نوع. الله اعطاك يعني بروتين مليون نوع، يعني مثلا الحيواني 1000 نوع، القزال، الخروف، الجاموس، مليون نوع، الطيور مليون نوع، ما حد قالك اخذ النوع. معقولة فيك حساسية من كل هالأنواع؟ مستحيل، مستحيل، استحالة. مو عن حساسية، هي أنا ما تحس انك يعني تحب الشيء هذا، ما تقدر الشيء هذا، مثلا يقول كل 4 بيضات اليوم، 5 بيضات، ما اكل 5. غير الطريقة، انا اعلمك طريقة، غير الطريقة، مليون طريقة، مليون طريقة، يعني انت غير الطريقة تحبها، اذا ما عندك حساسية ولا عندك مشكلة غير الطريقة. طيب دكتور على كلامك هذا مو ضجر يمنعون البروتينات؟ يا بعد شبدي، اول شيء خلي يمنعون الخمور خلي يمنعون الشبو، الحشيش اللي ينباع، اللي ينباع بالخش والدس، انت جاي تقول يمنعون المكملات؟ خلي يمنعون الزقاير، خلي يمنعون مشروبات الطاقة، خلي يمنعون هالأدوية اللي يأخذونها من الصيدليات وتعطي جو، خلي يمنعون هذول أول شيء، بعدين تقول يمنعون. يعطيك العافية أخوي دكتور. حبيب الله يعطيك العافية وبيض الوجه. حبيبي حبيبي حياك الله. كمل يا أخوي العراقي اللي تاج، أنا آسف. كمل معي يا الغالي، كمل. ألو يا الغالي، كمل حلمك يا الغالي. الو الو، مو معي يعني، ما ادري ايش اقول يعني، والله انا محتار، ماني عارف يعني. يلعبون يعني، يقول لك هذا خبير، خبير شنو؟ خلي يجيني الخبير هذا، اي واحد يقول خبير خلي يجيني، حيا الله، هو مو يقول خبير، خلي يجي الخبير هذا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك الصحة والعافية بعد أبو يعقوب وياك. حياك الله يا أبو يعقوب وبياك، تفضل. الله يسلمك. عمرك كم يا أبو يعقوب؟ 29 سنة. أنا أكلمك، أمس كلمتك على الفخار. أنت اللي وصلت الكويت؟ إي نعم. ونعم ونعم أبو يعقوب، حياك الله، تفضل. الله يحييك، الله يسلمك. بارك الله فيك ابو عبد الله. بالنسبه حق الاخ اللي تو قاعد يتكلم عن البروتينات اللي هي الواي بروتين والامور هذه، انا يعني في شغله انا سويتها بالاكل صراحه. دام انت مثل ما يعني سعر العلبه هذه اللي قاعد يشترونها 30 دينار و25 وهذا، ليش ما يشتري له طاقه بيض؟ ليش ما يشتري له صدور دجاج؟ يعني بالعقل يعني 30 زين، كرتون البيض كم سعره مثلا؟ انا اشتري 900 فلس مثلا. خلينا، انا ممكن اقول لك شغله وانت ضيف عليه وكمل. اي نعم. الحين يقول لك في وايد دراسات طلعت وانا ما اعتقد فيها، لكن الكل يعتقد فيها، اللي يقول لك الانسان طبيعي مثلا اللي يلعب رياضه مثلا على الكيلو كم ياخذ جرام؟ مثلا خلينا نقول على سبيل المثال، مثل يضرب ولا يقاس، مثلا 100 جرام مثلا، ويقول لك او 200 جرام مثلا على سبيل المثال.
انزين انت لو حسبت الدراسه هذه صدرين ثلاث صدور دياي باليوم كله في ال 24 ساعه على شويه بيض على شوي يعني تقدر تاخذ انت ليش تاخذه من المكمل؟ صح وتوزعها طبعا تدور. احنا نعطي امثله الحين انا قاعد اعطي مثال انت الحين معدل على كل كيلو كم جرام؟ يعني مثلا انا الحين مثلا وزني 86 قولي مثلا 184 اخذ يعني تقريبا لو بضرب يعني خلينا نقول لو بخسر كل 25 جرام باليوم على ثلاث وجبات او خمس وجبات نقول مثلا 25 25 50 75 بينهم يعني مع وجبتين كذي يعني ما ادري والله ابو عبد الله يعني حسبه تقريبا مقاربه على الوزن تكون عرفت؟ حلو. انت يعني انا اقصد هل انت قادر توفرها من الاكل الطبيعي 100%؟ شوف في طريقه تقدر توفرها بالاكل بس يعني انت يعني انا مستغرب لما يجيك يعطيك الحسبه يا اخي انا قادر هذه الحسبه هذه يعني اخذها من طبيعي صح زين ليش انا اتجه سؤال انا اتجاهي ليش اتجه للمكمل هني بس بفهم انت الحين قادر تغطي وانت عارف ان البروتين ما يخزن الجسم وين يروح؟ يروح ينزل على الكبد وعلى الكلى ويطلع الزايد وين يطلع؟ بالبول اجلكم الله يا انا بالبول عزك الله وبالبول يعني هو يطلع الحين بالبول انزين انت عارف ان هذا لكن تدري ليش لعبتهم ياخذون الهرمونات ليش اقول لك ان المكملات كلها نصب واحتيال يقول لك انت تاخذ هذا المكمل وتاخذ البروتين العالي وتغذي الهرمون وظيفه الهرمون ياخذ هذا البروتين ويقط العضل يعني كله ضرب بضرب شيء فوق طاقتك شيء يعني انا ما دخلت تكلمت بالتفاصيل في حلقات كثيره فانا اسف قاطعتك كمل يعني باختصار انت قادر تاخذ احتياجك انت ليش يقص عليك تحت اسم مكمل يا جماعه هذا مو اسمه مكمل هذا صار حياتك كلها غير نفسيتك غير حياتك بدليل شلون مكمل غذائي وانت 24 ساعة عندك مليون نوع انت تاكل اكثر من الاكل الطبيعي يعني اصبح المكمل اكل الله هو اللي صار مكمل اكل الطبيعي هو اللي صار مكمل وهو صار اساسي بدليل راقبوا نفسكم بدليل راقب انت كم نوع شاري طالع شوف ركز شوف انت شارب كم وحاط وحياتك كلها ماشي ماسك جنطتك ومضبط ساعتك وكل شوي اصبح اكل رب العباد والاكل الطبيعي هو المكمل والاساسي اكل الشياطين انا اسف كمل لا عفو عليك هو صح كلامك بمحل هذا اللي انا بوصله ليش الحين في مو يبيعون الحوافظ هذه البلاستيك مثلا بتشتري لك جنطه وجبات اللي يبيعونها بالمحلات يا اخي بدل ما اشتري بروتين واشتري مثل ما قلت مكملات شيء صبح شيء ليل شيء قبل النوم شيء ما ادري شو ما اكل بعد شنو الواحد ياكل متى ياكل متى ياخذ مسخره صارت صراحه يا اخي اشتري لي جنطه واقسم وجباتي مثلا خلينا نقول ست وجبات مثلا في الحلاقه والله فيها سته اقسم اكل الفرش احطه فيه يعني بعد احترام لك اي نعم ابو يعقوب لو انت قلت هالكلام التجار ما حتشتغل ما حد يشتغل يسكرون محلاتهم لو قالوا نفس كلامك المحلات تسكر ما حد راح يمرض خلاص ما في كلام ما في قلب ما حد راح يروح المستوصف ان ما في شغل ما في فلوس الناس ما يعني خلاص الناس تقعد تسكر محلاتها هم لازم المستشفيات تشتغل المستشفيات الخاصه عدل لازم علاج بالخارج يشتغل لازم الصيدليات تبيع يعني انت لو الناس طبقوا كلامنا تبي الصج ما حد راح يروح الطبيب والله ما في حد يروح الطبيب خلاص اكلك طبيعي ومقسم فيقول لك احنا ايش فائدتنا؟ لا احنا شو نسوي؟ نسوي اعلانات قويه نثبت لكم ونجيب لكم اهل العلم بفلوس يا دكاتره وما ادري منو وخبير غذائي ومافياتك ودودكيه وكوته كوته ودوك دوك ونجيب لك الف شغله زين عشان نقنعكم ونسحركم كثر يقول لك الزن على الودان امر من السحر فانت تدش السوشيال ميديا تلاقيهم طالعين بوجهك تروح الانديه بوجهك بالجامعه بوجهك بكل مكان بوجهك اخر شيء تقول معقوله كل هذول غلط فانت اخر شيء راح تطيح وتاخذ وتصير واحد تصف دور تصف دور متى الله اعلم في واحد بسرعه يتاثر من اول سنه ويروح علاج بالخارج او يموت او كبد او كلى او قلب وفي اللي بعد خمس سنوات وفي وهي الساعه بخمسة جنيه والحسابه بتحسب الساعه بخمسة جنيه وماشيين والناس ماشيه هذا كلى وهذا علاج بالخارج فانت كلامك يخسر تفضل كمل صح
والله العظيم يعني انا لما استغرب من الناس اللي تدش المحلات خبلها ب 100 دينار و150 و200 و1000 و2000، يا اخي هذا هو يحسب المبلغ هذا يقطع، خلينا نفرض يقطع على ماكله، ماكله تاكل بس اكل وشيء فرش. يا اخي لا يعني حتى لا مثلا ليش ما اشتري انا الاكل واحط عندي يعني هالميزانيه هذه واقسم وجباتي مثلا من اول ما اقوم الصبح لقبل النوم مثلا، هما مثل ما قلت هذه ما ادري يعني ماخذينها كتسويق او ماخذينها كتجاره، صارت الصراحه يعني شيء قوي مو شويه. المحلات اللي قاعد نشوفها يعني انا اقول لك انا صراحه جد غيبه، انا ما الف وادور عليك، انا قبل كنت اخذ فعلا، لكن بيني وبينك كل نص احتياط ماكو شيء. هذين لما نقول بس اخر شيء معود مثل ما قلت خلاص جسم لا سبحان الله يقول لك هذا ليمت خلاص، اذا تعديته راح تدش مرحله الخطر، هيك عوار الله لا يقول بالكبد او بالقلب، طقات القلب تزيد. انا صارت معي ترى يعني ابو عبد الله طقات القلب كانت تزيد عندي وايد، بس يوم رحت حق الدكتور قال انت شنو قاعد تاخذ؟ قلت له انا اخذ كذي كذي كذي، يقول لي حبيبي قطه كلها بالزباله، اقرب حاوي عند القطه واكل اكل فريش والعب سباحه بس كذي. قال قلت له ليش؟ كان يقول شوف السباحه طول ما انت قاعد تسبح قاعد تحرق تستفيد وتبني عضل زين، وثاني شيء تطلع سعيد، يقول لك الماء يخليك سعيد سبحان الله. وطبقت الشيء هذا ومشيت وياه الحمد لله، الفلوس اللي اشتريها هذا كانت على الكرم اشتري على الاكل وعلى صحه بيتي وحق اهلي، ومن الاكل اللي انا اكله مو بس حقي وحق عيالي حق بيتي اولا، ووفرت الحمد لله. الو اي وياك انا اعطيك تخلص احسنت. اي نعم انا يعني صراحه ابو عبد الله انا دقيت عليك وقاعد يعني بشوف ايش في بعض اللي يدقون، حتى ارسل بعد الاتصالات انا قاعد اتابعك على طول ما شاء الله، وصراحة يعني يوم اللي انت ما تطلع فيه احنا نزعل، احنا نبيك على طول شي تستمر وانا متابعينك ترى. حبيب حبيب. اي والله. عرفت؟ إيه. لكن انا كلامي لما اقوله حق شخص يتعب كنا يقول لي ها بس ما راح تقدر، ما تقدر توفر، ما قلت له يا ابن الحلال انت الحين قاعد تشتري مكملات، زين انت تقول لي مكملات صح؟ زين يعني هذا اذا انت بتاخذه كله هذا واحد قاعد يسال شو يقول؟ خذ بروتين واحد بس بكمية معقولة ممتازة. أقول أنت اللي تقول كمية أنت ما تفهم، أنت يعني ما في كلامي واضح. قبل لا تبلع السعير والماحي أنا آسف وتتسمم افهم شنو مكوناته، شنو هي المواد الحافظة، شلون تم تصنيعه، بعدين ازحر. لكن أنت تزحر وتمرض وتموت وآخر شيء ليش مرضتانا؟ يعني انت لا تفكر في عضلاته وتنسى يعني استغفر الله الشغلات الثانية اللي ما يمكن لا صلاتك ولا دعائك او يمكن تأذي الكلى والقلب او الكبد. لا خلي عندك عقل، الفرق بين الانسان والحيوان اجلكم الله العقل، والله هني قال لك تفكر يعني وانظر الى طعامك، وايد روايات وايد احاديث، انظر انتوا ليش ما تطالعون؟ ليش تصدقون كلام التجار والمافياتكم يعني اللي يبيعون مشتقات الخنازير والقاذورات والنجاسات، او قال لك اخذ هرمون خنازير او اخذ هرمون حيوانات على طول ركبت. يعني وين مخك؟ يعني انت عادي انا والله اخذ شويه منه بشكل معقول، مو محتاجه، جسمي ما راح يتعرف عليه، كلامي عربي انتم ما تفهمون، هذا الكميه جسمك راح يعاني منها، في معاناه راح تصير داخل جسمك. يعني الجسم لما يشوف يقول اوه وصلت القاذورات وصلت يعني الكبد، والله تعاني. كمل يا الغالي. الله يسلمك بعد اول. بالنسبه حق موضوع الهرمونات، الهرمونات طبعا معروفه كلها مضره وكل يعني مواد كيميائيه وكمواد ما ادري شنو فيها، ما الله يعلم، مره يقول لك مره صادوا كميه فيها زيوت السيارات تستعمل حق يعني القامه، حتى صراحه ما في مصداقيه ولا شيء، وهذا اصلا شيء يعني غريب احنا استغربنا منه. يعني انا عندي واحد اعرفه كان ياخذ هرمونات، يقول لي فجاه شريت هرمون يعني طاح بالنادي ريال، يعني طاح، فيوم سالنا عنه وهذا قال يبا ريال يبا غسيل كله خلاص. ليش؟ ما اخذ طلع شيء بالزيت، هي المواد هذه تكون
بعض الانبوبات ولا بعض الهرمونات كلها مخلوطه زيوت اي حاجه على قولتهم يخشون بالناس والناس مصدقه تاخذ وتقز ويقز. يعني انا كاتوني واصل النادي قاعد اشوف كلها ابر طايحه شيء مو طبيعي صراحه. النادي متى صار كذي؟ يعني ما في وعي ما ادري يعني هل انه ممكن يعني في يعني جزاهم الله خير مثلا جمارك الصيد البلديه التجاره وزاره الصحه الرقابه الدواهيه الامور هذه جت فتره الحمد لله قام في شوي شوي في ناس بس للحين تحس انه للحين في تجار مثل ما قلت التاجر ما يهمه. يعني حتى في اللي كان اتصل عليه قبل انا في واحد كنت اتابعه وياك برمضان اذكر قال شغله قال لا تصدق لا التاجر ولا تصدق اللي بيه نفسه هو التاجر او اعتقد جنة اللي يسمونه اللي يسوق او شيء كذي يعني. وهذا فعلا صدق واقع هذا شفناه قدامنا ناس طاحت ناس ماتت ناس يعني وصل لمستوى اوكي هذا عبارات ويعني هذا خاص بوصل انا بس اساس اني افصخ واسوي دبل باي ولا سوى وبعدين شنو الفايدة حتى كرتون كلينكس ما اقدر اشيله هذه مصيبة. الله شلون ابو عبد الله حبيبي ما قصرت يا غالي قاعد راسي حبيبي ما قصرت مشكور الله يعطيك الصحة والعافية وسامحني دشيت عليك بالخط قاطعتك على المتصل اللي بعدي بس انا صراحة يعني انا حاب اوصل شغلة بدل ما الناس هذي قاعد تشتري بروتينات هالسوالف انا اقول يفضل يشتري له اكل او يروح لاقرب سوبر ماركت ما شاء الله الحين الجمعيات سوبر ماركتات بشكل مو طبيعي قاعد تبطل الحمد لله في كل شيء في الاكل الطبيعي مثل ما قلت واقسم بالله ابو عبد الله الواحد لما ياكل طبيعي صدق والله عافيته ترد طبعا في حتى في امراض تتعالج يعني منه اي انا على حكم انا عملي ميكانيك لما يشتغل احد بالمكاين بالغيرات والامور هذه اي اشيل غير قبل ما كنت اقدر اشيل الحين سبحان الله واحد يقدر يشيل عاد الحمد لله اللهم لك الحمد صح يعني الصحه والعافيه شو ايام قبل شو كانوا والله كانوا ضعاف بس يعني تشوفها في البحر وتشوفها بالغوص ولا بهذا يعني سبحان الله تشوفها فين بس ما شاء الله عافيه لما مسكت ايده يعجن لك اياها كذي الله يعطيك الصحه ابو عبد الله وما تقصر حبيب مشكور الله يعطيك الصحة حبيب احسن مشكور اخواني اللي بالكويت اللي متين يبي يضعف او ضعيف يبي يمتن او اللي عنده مشاكل صحية وسواس قهري مكتئب عنده مشاكل في المناعة حيا الله عندنا في النادي نعطيه نظام غذائي وإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى أموره تكون 100% طول عمركم تجربون الصيدليات والدكاترة والأدوية أو بعض الدودكية أو بعض المافياتكو ما تخسران تجرب شهر شوف الشهر هذا راح يمشي معاك ولا لا اتصلوا على الرقم 9-6-9-6-5-4-4 أو 9-6-9-6-2-3-3 أو 6-6-0-0-150-7 زهير حبيب الكل تفضل يبقى اسمك وعمرك يا الغالي يمشي معاك ولا اتصلوا على الرقم 9 سكر يا سكر الصوت اللي عندك تكلمني يا الغالي تفضل 5-4-4 أو 9 ألو السلام عليكم وعليكم السلام اخوي بس عندي استفسار كلامك على راسك اسمك وعمرك اسمي علي رويلي 24 تفضلي ونعم فيك رويلي حياك الله اخوي انا لعبت نادي تقريبا 4 سنين بدون هرمون ولا بروتين ولا شيء ايه وجسمي ما تحسن عرفت ولا حسيت جسمي قاعد يتعب صح ما تحسن جسمي الا بعد الهرمون والبروتين فما ادري عاد والله انا خليني اقول لك شغله يا ولدي جسمك عمره ما راح يتحسن الا لما تثقف نفسك وتعرف شنو تاكل يعني اعطيك مثل يمكن اكلك من المطاعم الوجبات السريعه انت قاعد تبلع وانت ما تقصد زحير وماهي صح صحيح ما تدري فانت ممكن انا اقول لك طريقه اكلك غلط
اكلك كله مطاعم السريعه، ما تعرف تاكل، مو مثقف، شيء طبيعي. فانت جسمك ما راح يتحسن. قولي انت تعتقد انك انت قاعد تاكل اكل طبيعي، وانت اللي قاعد تاكل هم كله زيوت مهدرجه، مواد حافظه نتينه وعفنه، يعني حاله حال مكملات الغذائي. فانت ليش رحت لجأت لتاجر او مافيا او دودكي فقال لك اخذ الهرمون؟ الهرمون هذا خرب النظام جسمك والغدد الصماء، وقال لك اخذ القاذورات والنجاسات ومشتقات الخنازير والمواد الحافظه النتنه والعفنه، فشيء طبيعي يزيد وزنك. لكن انا يعني اقول لك افحص وتبين وتاكد، ان طلعت سليم لك حق علي. افحص الكلى، تبين بنفسك، شوف الاملاح عندك وين رايحه وين جايه، شوف وظائف الكبد بسبب الهرمونات. انت اخوي متزوج؟ متزوج. عندك عيال؟ عندي واحد. انت تزوجت وجبت عيال قبل الهرمون ولا بعد الهرمون؟ لا والله بصراحه بعد. بعد الهرمون. اي نعم. يعني انت تقصد وانت داق الهرمون وانت داق القاذورات والنجاسات يالك الولد؟ صح. يعني بعز المعمعه يالك الولد؟ اي نعم صحيح. خلصت انت الحين؟ جاوبتك خلصت؟ اي خلصت. اي بس يا ويلك من الله، اللي يكذب على الله ربك ما يرحمه. اقسم بالله انت راح يجيك بلاء عظيم لانك كذبت على الله. انت تعتقد ان الكلام اللي قلته الحين ربك ما راح يحاسبك عليه، لكن انت كذبت. فانت هل تعتقد ان الله بيسامحك؟ تدري لو في احد صدقك بالكذبه اللي انت قلتها، تدري انك انت لغايه ما تموت، فانت اي واحد يصدقك فانت محاسب. اي واحد الحين يصدق كذبتك هذه اللي انت قلتها اثناء الهرمون انا جبت الولد، لان استحاله اثناء الهرمونات استحاله تجيب الولد، استحاله، لان عندك مشكله صار عقم. يعني كل اللعيبه يدرون ان اللي ياخذ هرمونات لا يمكن يجيب الا لما يوقف وينظف ويصير عنده عقم مؤقتا، وممكن يروح العقم ويصير اوكي. فانت قلت اثناء الهرمون، قلت لك اثناء الهرمون، قلت لي اي، فهذا دليل كلامك انه مو صحيح. يعني عمره ما تفضل. الحين كل ابطال العالم يلعبون هرمون. ليش كذبت؟ ليش كذبت؟ سؤالي والله ما كذبت. انا بيك تستغفر الله امام الكل عشان اقدر اجاوبك. راح نعيد الاتصال مره ثانيه، اقول لك الو ورد. لا تكذب لاني انا اخاف عليك من عقاب الله، اقسم بالله اخاف عليك. كل واحد ياخذ هرمون عنده عقم. الحين اجاوبك بس لا تكذب مره ثانيه، لا تعاند لانك انت تتحاسب، ربك ما راح يسامحك، خاف من الله، انت مسلم، انت مؤمن، لا تكذب. ما بيك تكذب الحين، استغفر ربك. لا حول ولا قوه. استغفر الله عشان اسمعك، قول استغفر الله. اقول شنو؟ قول استغفر الله. 24 ساعه قاعد استغفر. استغفر ربك على ذنبك، وخاف من الله وخاف من البلاء. لا تكذب، اسال باللي تبي وناقشني وخالفني، وانت زين وانا معاك تماشي، خالفني بس لا تكذب. انا داق مو عشان اتهاوش، عشان مو تتهاوش ميخال، بس لا تكذب. يعني انت اختلف معاي اسالني، ومن حقك انك انت تستفهم، من حقك، من حقك تقول ايش معنى ابطال العالم، ايش معنى فلان، انا معاك بس لا تكذب. انت الله يهديك قاعد اكلم الريال ودقيت راح. الو الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم ألو. السلام ورحمه الله وبركاته. في متصل اخوي، تبيون اسكر ايه. الاتصال واخليه بس واتساب؟ شلون يعني؟ لا، في متصل واتساب، وانت عموما سؤالك يا اخواني اتصل واتساب، لاني راح اقفل الحين بس اخليه واتساب عشان حرام نقص سالفه الريال. تفضل يا الغالي، اسمك وعمرك يا الغالي. معاك محمد جاسم عبد الله البدر، عمري 25 سنة من الكويت وادرس بريطانيا، وانا مشكلة بس حبيت اقول لك اياها ومفتشل. تدري انك انت معاقب من عند الله؟ ليش؟ دير بالك على نفسك. ليش؟ انا نصحتك نصيحة. شفت البلوى اللي انت سويتها؟ ايه؟ واللي انت قاعد تسويها، انا شوف بعطيك، احسب، قول معاي من الواحد ليه بالضبط باذن الله 23. اذا ما لحق نفسك وانضبط، انا او اقول لك امام، اكتب الورقه، اكتب، جيب ورقه وقلم، جيب. حلو. جيب ورقه وقلم. ما عندي، وين انا بالحديره قاعد. جيب ورقه وقلم. يلا دي بس. بسرعه. دي الحين اجيب ورقه وقلم. بسرعه بسرعه. اي يلا تفضل. اليوم تاريخ كم؟ اليوم تاريخ عمرك 18. كم؟
18 بوكس. ما اسمع. ايه بس ما اسمع. اليوم تاريخ طال عمرك 18 بوكس. سجل واحد على التاريخ. سجلت واحد حلو. من اليوم ل 23 يوم كم يصادف؟ من اليوم ل 23 يعني تزيد 23 يوم مو تاريخ 23 يوم تزيد 23 يوم. حلو. كم يصير؟ يصير طال عمرك 18 15 15 شنو؟ 15 سبتمبر. الشهر كم يوم؟ الشهر 30. حسبت عدل؟ لا. احسب مرة ثانية. Just guessing. احسب مرة ثانية وتأكد. 18 زائد 30 بس على شو ممكن سؤال عمي طال عمرك بس اسال بتبي لك كلها تفضل اسال بس ليش العد يعني ليش شنو سويت انا ما سويت شيء انا اصلا ما قلت لك شنو فيه انا قلت لك اللي اعطيتك الزبده وانت كيفك انت الحين عيدها هذه موجوده في اليوتيوب لو عدتها راح تعرف ليش قلت كذي يعني حاطها بقناتي باليوتيوب هذا الحين اللي قاعد تشوفه البث المباشر راح ينزل باليوتيوب هذا حلو. شوف لو عدت راح تفهم على ليش قلت لك كذي ولو انت فعلا شاطر خلصت السالفة خلصت يا عمي انا وين شاطر انا خبي صاغت سنتين برا كيفك انا قلت لك انا الشيء اللي قلت لك يا انت حر قلت لك هذا التاريخ تقدر تبتعد وتوخر وامورك طيبة ابتعد عن الغربة يعني قصدي انا مالي شغل انت هذا عاد بيني وبينك وبين نفسك هذا انا بس داق عليك اقول لك شنو مشكلتي العداد ما قلت لك الله يخليك قول مشكلتك تفضل طال عمرك انا ادرس برا حلو ولايه بمنطقه اسمها برايت إيه؟ والمنطقه هذه يعني معروف عالميا ان الشذوذ كله فيها وانا يا اخي ماني قادر ادرس لاني كل ما اطلع في الشارع اشوف الناس جنوس استغفر الله مكرم السامع واللي عندك يسمعون مكرمين ان شاء الله وماني قادر ادرس يا اخي حتى بالجامعه وياي جنوس على اليمين وعلى اليسار يا اخي ابي حل شلون ما ادري يا اخي اي والله يا عمي والله الو كمل يا ولدي كمل اي بس هذه السالفه فهل المشكله ان كلمت الملحق الثقافي وقلت لهم عن السالفه هذه قالوا لي والله انت اللي اخترت المنطقه هذه وانا قبل 3 سنين مختارها عرفت شلون؟ ايه فبتكفى حل الله يخليك الله يبارك فيك يا رب سلم لي عمرك يا رب حبيب حياك الله الله يحييك يا رب بس الحين عد يعني مرة ثانية ولا شلون؟ ما اسمع عد مرة ثانية من 18 إلى 30 عد لحظة الحين 25 ها؟ يعني يزيد على تاريخ اليوم 25 سيب 23 يصير 2-9 يصير 2-9 حلو حلو حياك الله وبياك الله يسلمك يا رب والله مشكور والله اسعدني طال عمرك وحليت مشكلتي بارك الله فيك حبيب والحين لما عد واخلص شو اسوي حلت مشكلتك حلت ان شاء الله بس الله يسلمك يا رب ما قصرت والله حياك والله حيلك حيلك في الدودكية هذول حياك طبعا الله. اكيد اكيد بالانستغرام قاعد يطالعونك هذول اي والله ابيك طال عمرك تبطهم بط الشركات هذول اللي وحقوا عيالنا واخواننا جروث ما جروث مو جروث شو اسمه هذا البروتينز ما بروتينات شو اسمه البروتينات هذا فورتنتلي يعني انا للاسف انت تدري كم نوع بروتين في يعني انا بعطي انا ادري ما شاء الله انت مثقف تدري كم نوع في بروتين كم ما ادري الوف يمكن يعني لا اقصد تعرف اساميهم انا اعرف واي بروتين بس وبعد انا اسمه واي بروتين وبعد شنو فيه وفي جنر ما جنر ما صح جنر. بعد وشنو بعد ما ادري والله ما أعرف. اللي تعرف اقوله اللي اعرف جنر واي بروتين وسي بي اي ما بي سي اي ما شنو هذا محبوب انا اللي اخذه طال عمرك مدرب عندي مدرب هناك هو يقول لي خذ كذي وخذ كذي انت منتظم عليهم منتظم لا 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 قطعتهم انا صار لي شهرين قاطع خلاص ليش قطعتهم؟ يا معود صار فيني الحين كل شيء يضربه بالخلاط طال عمرك حلو اي والله لحم دياي كل شيء بالخلاط وصلت ترى فايده وكلمت الوالد انا وقلت له قال لي كلامك صح بس مو كل شيء
لان الوالد دكتور في استشاري تغذيه يقول لي صح كلامك بس مو كل شيء. مثال يعني البيض ما تخلطه مع اللحم والدجاج، هذا اسمه against the rules you know. yeah yeah yeah. ومن اللي قالك اخلط البيض مع اللحم؟ ما لان انا يوم شفت باليوتيوب شفتك قلت اي شيء ضربه بالخلاط وكل، يعني انا قلت لك مثلا الحليب مع السمك مع البيض عادي. لا انا عبالي كذي بس يوم شفت مره ثانيه لا طلعت غلط. اي والله احسنت احسنت، وانت من المحسنين والله يا اخوي. تدلل يا رقاد. الله يسلمك. تبي شيء عمي؟ ثم ماذا؟ ثم طال عمرك مشكلة ان دوامي يبلش 17. ثم ماذا؟ والله ما الشكل بدق على السفارة والله. يلا يعطيك العافية عمي. ثم ماذا؟ ثم شنو؟ لا ثم ماذا؟ الو ثم ماذا؟ ثم فقط، ثم لا شيء عمي. ثم ماذا؟ والله عمي ما اعرف شرد ثم يعني شنو ثم ولا يعني شنو ثم. ثم ماذا؟ ثم nothing that's all I got. ثم ماذا؟ والله ما على عمرك. ثم والله هذه سالفتي عمي وانا قلت لك اياها. اي والله. ثم ماذا؟ يعني شنو ما فهمتها. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ والله عمي ما ادري شنو يقول. ثم ماذا شلون يعني ما فهمت من اي ناحيه؟ ثم ماذا؟ يعني من كل النواحي قصدي؟ ثم ماذا؟ ثم طال عمرك انت الانسان الصحيح، وانت تدري لو يمسكونك مكان والله مكان الشباب بالرياضه طال عمرك. اي والله انك متفدى. اي والله انك متفدى. بس وين يعني ريال عنده دكتوراه ومخلص البكالوريوس؟ وين اي جامعه؟ اي جامعه؟ ثم ماذا؟ شلون يعني ثم ماذا؟ الله عمي انا اقول رصيدي يخلص بس يفداك والله. ثم ماذا؟ شلون والله ما ايش اقول. ثم يعني شلون ثم ماذا؟ والله عمي صوتك يخرع احس بالحلم طالع. الو ثم ماذا؟ عمي والله مش شنو ثم ما فهمت انا شلون يعني ثم. ثم ماذا؟ والله يبي له شوي الحين معدوم والله شوت. على كل حال عمي يعطيك العافية سامحني على الإزعاج وعسى الله يوفقك إن شاء الله بحياتك. اي والله السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا شيء بيني وبينه هو راح يفهمه بعدين. هو راح يفهم. انا وعدكم امس اللي تابعني امس بالحلقه راح يفهم السالفه. وعدكم يعني وعدكم شيء راح تشوفونه ان شاء الله. ايه ما عليه مو مشكله بسيطة. ايش رايكم نلعب لعبة؟ اللي موافق يحط رقم واحد، واللي مو موافق بس تبون تفتحون باب اتصال اي كلام حطوا رقم اثنين. لكن ممنوع الزعل، اللي يزعل ممنوع.
الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعافيك كابتن. الله يعافيك ويبارك فيك. طول العمر يعني انا فكرت بشيء انت اثرت بالاشياء الثانيه بس انا كنت ناسي اللي هو الحين في الكاوات شلون تعرف ان هذا في مواد خنزيريه ولا في مواد مرات يقول لك انه مو حلال هذا الكاو او شلون تعرف شنو الرموز؟ حلو. ادخل على الجوجل واكتب رموز او جيلاتين الخنازير، رمز جيلاتين الخنازير يبين لك. مرات يكتب لك الاستيفين الصويا مثلا، هذا حرام صح؟ شوف في برنامج تنزله من الماركت، هذا البرنامج برامج كثيره، بس انتبه انتبه ان البرنامج يكون عفوا موثق، لان في برامج دودكيه الدلاديل والسرؤول والكوتا كوتا، دير بالك من هالبرامج، لان انت تدري اي واحد يقدر يسوي برنامج وينزله الحين على الماركت صح؟ سهوله. فانت دور البرنامج شركه معتمده وموثوقه، هذا البرنامج ما يتغشمر، في اكثر برنامج عالمي، مجرد ما تحط الكود يعطيك الرمز، اذا قال لك مشكوك اذا لازم تتبين وتتاكد. اي يعني الحين اي كود حتى لو كان اوروبي اول شيء حط بالجهاز ليش شوف اي الرموز الاوروبيه غير الامريكيه وانت عارف لا يعني اوروبيه من دول اوروبا طبعا 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 بس هي. تبين وتاكد من البرنامج، هذا نصيحتي لك، لان في برامج مضروبه، في برامج بلشوا والحين من قلت انا هالحكي هذا من تقريبا اربع او ثلاث شهور نزلوا برامج جديده وقاموا اكثرهم يحطون جيلاتين نباتي وما في شيء اسمه جيلاتين نباتي، الحين تدش يقول نبات ما في نباتي شيء اسمه جيلاتين نباتي ما في. بس حيواني صح؟ حيواني. نباتي ما في. روح اسال اي واحد قول له بالحرف جيلاتين نباتي. جيلاتين نباتي جيلاتين نباتي جيلاتين نباتي او يقول لك هذا زيت ما ادري وين او ما ادري منو، تحقق من الشركه سهل، قول له عطني بس عنوان الشركه او ايميل الشركه او موقع الشركه وراسل الشركات، هذه ما تشدم للاسف، احنا اللي نشدم، احنا انا اسف سامحوني والله اسف حقكم علي، احنا اللي نشدم الشركات لما تدز لهم ايميل يجاوبون يقول نعم هذا جيلاتين خنزير، نعم هذا بقري غير حلال، نعم هذا مو نباتي، ما في شيء اسمه جيلاتين. الشركات تخاف من القضايا والمشاكل، لكن احنا اللي نشدم، احنا اللي ناخذ المنتج ولما نترجمه نشدم على العالم ونشوفه كذي نغيره، ما نكتب اي والله احنا اللي نشدم. حبيبي الله يعافيك. السلام. كمل موضوعنا ولا كمل موضوعنا؟ نكمل موضوعنا ولا نظل على المتصلين؟ الو السلام عليكم، شلونك ابو عبد الله؟ شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك. شلون مثلا اذا بعرف احتياج الجسم مثلا، يعني انا مثلا وزني 70، شنو احتياجي من الاكل والبروتين؟ اقصد من البروتين من الكارب. شلون بعرف مثلا؟ اي مثلا من المياه. ليش تبي تعرف؟ شلون عمرك؟ ليش تبي تعرف؟ يعني انا العب مثلا نادي، ابي شنو احتياجي كمجهود ابني حتى احقق. ومن متى احنا نعرف احتياجنا؟ احتياجك انه ثلث للطعام، ثلث للهواء، ثلث للماء، هذا احتياجك. كيف انت ايش تسوي؟ احتياجك انك انت تاكل مو عشان تشبع، انت تاكل عشان تعيش. احتياجك انك انت تاكل، عفوا الكلام للكل مو لك بس، انت للكل، انت مو عشان خنزرني يا مخنزر او هرمني يا مهرمن، لا انا احتياجي اكل عشان امشي اليوم كله، نفس وقود السياره، وقود السياره بعض الاحيان ما تحتاج انك تعطيها فل، يعني مشوارك بدينار ونص مثلا ليش افولها؟ صح.
اصب بدينارين بدينار ونص. انت احتياجك هذا هو اليومي، ليش اخذ فوق احتياجي؟ او ليش اعرف هذه المعادله انك تعال عشان تعادلها بجسمك او عشان تحسبها بجسمك؟ انساه، انسى الحكي هذا كله، اشرب الماء. والله انا مو مع النظريه هذه، وبينتها كل يوم ابينها، وقلت كل واحد نشاطه غير الثاني، مجهوده غير الثاني، عمله غير الثاني. قلت اللي في المكتب غير، واللي في الشمس غير، العامل الخباز غير، العامل الطابوق الله يعطيهم العافيه غير، فاهم؟ اللي قاعد في المكتب في البداله غير، اللي قاعد نايم غير. قلت يعني ما تمشي، ووضحت بحلقات كثيره. صحيح. زين كيف تنقل اللعبه اللي هم؟ هذا شو طلعت كيف؟ يا سيدي هذا. فيها شنو؟ اللعبه اللي هم. اللعبه؟ ايه اللي. اللي انت متزاعل مع اخوك؟ لا اللي انت متزاعل مع اخوك؟ هذه هي؟ اللي متناجر مع اخوك كله نجره؟ لا انت كابتن. هذه لعبه اللي يقول لك كله يتناجر مع اخوه متزاعل مع اخوه. اخوي؟ اي؟ والله ما عندي اخوان، عندي اخوات بس. انت ما فهمت؟ كمل. اي تسال اسئله كابتن، بصراحه انا صدمت كابتن شلون جبت الشغل. احس فيك سكت. والله خرجت سكت. ليش؟ يعني ما شاء الله عليك جبت ايه على طول، عندكم خدام وهذا ريال القدم. انت ما عندك اخو، عندك خوات؟ ايه. شلون متزاعل مع اخوك عيل؟ مو متزاعل مع اخوي. تفصل شنو اخوي كثر؟ ما اسمع. تفصل شنو اخوي؟ وانا قاعد اقول لك، قاعد اسالك، انت عندك اخوان؟ بس اخوان ربع يعني تقصد؟ لا اخوك ولد امك وابوك عندك؟ اخو لا. عندك خوات؟ ايه. شلون متزاعل مع اخوك؟ والله كيف انت قاعد تكفر الفطور صراحه. ما اسمع. والله في زعل كابتن، بس مو اخوي من امي وابوي يعني. ايه يعني ايش وقت اخوي يعني؟ ما اسمع. ايش وقت اخوي يعتبر؟ ليش تبي تلعب اللعبة تمس؟ شلون كابتن؟ ليش تبي تلعب لعبة تمس؟ ما والله بشوف كابتن يعني قدراتك ما شاء الله يعني صراحة انصدمت. ليش خراتك؟ يمكن كلها اتفاقيات وكلها، قلت لك كلها كذب، كلها لعبة اسمها لعبة، كلها كذب بكذب. والله في فرق كابتن يعني، في انسان يقرا الافكار يعني في مثل ما يقولون مو الحاسة الساسة يعني، شيء قال ذكرنا فيه كابتن شو يسمونهم دائما اللي يحطونهم اماكن تفتيش وهذا في شغله دراسه ممكن تنك عندي كابتن هذا يسمونهم شنو؟ دراسه يسمونها كابتن. شنو هم؟ دراسه، علم الدراسه. فراسه ايه؟ ايه هذا موضوع ثاني. العلم كثير يعني، في علم الفراسه موضوع ثاني. يا شيخ عندك فراسه كابتن عدل؟ والله انا يعني رجل فقير وعلى حالي، ما عندي علم الا اللي اعطاني اياه الله. العلمي علمك هو قراءه القران، اني اجاب ربي، اصلي، اثقف نفسي، بس هذا هو، ما عندي غيره. ريال على قد حالي ما يعني. ما شاء الله تعرف الواحد من شنو نبره صوته؟ لا 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 اعرف ولا شيء. اكثر الاحيان يعني اقط قطات، اني يانها تصيب يانها ما تصيب. زي كابتن، امس واحد دقيقه قلت له عفوا انت مو كويتي، شلون كذي؟ كذي يعني بس كذي، والله تطلع معي. والله ما شاء الله عليك والله. هي مجرد ما تطلع نفس ما طلعت معي معك انت، ما قلت لك متزاعل مع اخوك، كانت تقول لي انا عندي خوات، ما عندي اخوان. نفسها بالضبط،
شلون جت هذه كذي تجي. صح يعني هي على الماشي تجي. الا بسالك سؤال، انت قلت لي كم عمرك؟ انا عمري طال عمرك 24. داش ال 24؟ لا بال 24. يعني انت معدي ال 24؟ معدي. شفت بشهادة ميلادك؟ شلون؟ شفت شهادة ميلادك؟ شفتها. ايش مكتوب فيها؟ شلون؟ حلو. شفت شهادة ميلادك؟ تشتغل؟ ايه اشتغل الحمد لله. كملت دراستك؟ ايه كملت خلصت جامعة. حلو. مرتاح بوظيفتك؟ والله الحمد لله على كل حال. يعني واحد يقدر افضل بس واحد ياخذ ربه. انا شايل اخوان اخواته وجدتي وامه. متزوج؟ لا والله عزوب كثر. ليش ما تزوجت؟ والله اكثر من امر يعني منها يعني شوي انا يعني عندي الوضع المادي كذا هذا واحد. ثاني شيء شنو همومك؟ همومك لما يتكلم شنو شنو اكبر همك؟ اكبر همي؟ اكبر همي صراحة يعني انا اقصد شنو اللي دائما تحس ان انك مهموم فيه لما يجي ببالك؟ يعني انت شايل هم شيء؟ ايه في هم اكيد يعني هم انا اشوف انا بالديني يعني واحد اخاف يعني الواحد يموت ويكون مقصر بعد هذا مو هذي. يعني انت همك شنو اكثر شيء؟ يعني ترى صوتك مو واضح. شنو؟ الآخرة. الآخرة يعني. ليش تفكر دائما بالآخرة؟ لأن هي تحدد مصيرك يعني على الدنيا دائمة بتروح يعني. صح. كانت فيها إما النتيجة بالآخرة. لا يعني سؤالي ليش أنت قاعد تفكر بالآخرة؟ يعني شو اللي خلاك تفكر بالآخرة على طول؟ ليش ما صرت حالك حال الشباب يعني تفكر بسفرة بوناسة مثلا؟ ليش قاعد تفكر بالآخرة؟ لا لان هذا شيء اسمه كابتن ان تاني بالضمير اذا انت تتصل من مر. وليش ضميرك يتأنب؟ شو مسوي؟ ما مو مسوي شيء انت؟ والله مسوي شيء؟ مو مسوي شيء يعني هذا امر مو اتجاه الاشخاص يعني ابغى الناس وهذا وحق نفسي يعني. انت ما سويت شيء ليش الضمير يعني يأنبك يعني؟ شلون؟ اقول ما سويت شيء انت. اهم يعني كابتن يعني اي واحد يخاف من الموت يعني انت مثلا كابتن خاف من الموت خاف مثلا تموت الحين وممكن في امور يعني مو مسويها تمام يعني هذا شيء فطري كل يخاف من الموت. ما في واحد يقول انا ما اخاف بموت وهذا لا اكيد يخاف. حد يقول انا لا ما اخاف بموت هذا يعني هذا اللي شباب بالانستغرام انا اسف بلشت اضرب بلوكات سامحوني بلوك يمكن فوق العشرين بلوك انا اسف سامحوني. اي واحد كلمته ما تعجبني في اليوتيوب او في الانستغرام قاعد اطق بلوك اسف. لاحظوا انتم الحين اي واحد يقول كلمه واطيح عليه قاعد اضربه انا اسف. قلت لكم الف مره احترموا المتصل واحترموا الحوار. اللي مو عاجب الحوار حيا الله يطلع عادي. أنا ما دور متابعين أوصل 50 أوصل 70 أوصل 1000 ما دور أنا دور راحة المشاهد ويعني أحب دائما يكون في حوار حتى لو في أربعة والكل عارف كل متابعين عارفين الوضع هذا. عمري بحياتي ما دور متابعين. فاللي يقعد يحترم نفسه حيا الله. أما اللي ما بيحترم نفسه فنعالي يسوى. أنا آسف على طول بلوك. ما ندور متابعين ولا ندور هياط. فعشان لا اضرب بلوك اي احد يحترم نفسه. ليش؟ لان في ناس وايد مافياتكم. ترى وايد مافياتكم موجودين وايد دودكيه. فعادي ترى طقك بلوك وشوتك برا. انا اسف. كم يا غالي؟ كابتن ليش في يعني وايد ناس انا اشوفهم حتى قبل كانوا ما راح اذكر اسماء انا. يعني ممكن علاقتك فيهم حيل يعني كل يوم تشوفهم وتصور معاهم. لحظة بس خليك دقيقة واحدة. خليك بس.
احفظ سؤالك لما اقوله. اوكي لان في ناس على بالهم ادور متابعين ما يدرون ان انا ادور رجال وادور ناس تستفيد. ف خليك معي. هذا بدا يهنئك ولا شو السالفه هذا؟ يا كمل يا غالي. اي كابتن، اقول لك في ناس طبعا بشكل عام ما نفصل شخص معين، كانوا يعني اشوفهم كابتن ما شاء الله يتابعون معاك ويشجعونك وهذا وانت البطل يا عبد الله، بس فجأة اشوف الهجوم عليك واستهزاء فيك وشكلك يعني لهدرجة كابتن، يعني هل يعني شوف كابتن ما ادري هل بس بالاعلام كذي يسوي مجبور بين يدق عليك انا اسف مو قصدي شوف ولا لا هم تغيروا عليك؟ شوف يا القاضي، اليوم اخوك ممكن يقلب عليك، اخوك ولد امك وابوك او اختك يقلبون عليك، ما بالك الغريب. ركز بكلامي. اليوم اخوك ولد امك وابوك ان كان الكبير او الصغير واختك كذلك، بمجرد انك انت ما توافق هالراي، بمجرد انك تشوف شيء وتستنكر، بمجرد ما تقول حلال وحرام وما يجوز، بمجرد انك انت تستنكر، اخوك ولد امك وابوك يمكن ما يبلعك او يمكن ما يحترمك او يمكن ما يحاكيك او ممكن يزعل معك او ما يكلمك او ممكن يعاملك معاملة مو حلوة. هذا اخوك واختك كذلك، ونفس الطريقة ولد عمك ولد خالك، ما بالك الصديق، ما بالك الجار. انا اللي اقصده ان احنا في زمن كلمة الحق صارت مكروهة، انك تواجه واحد توريه عيوبه بادب باحترام برقي يكرهك خلاص، يزعل منك مجرد ما انت تنتقده نقد بناء، نقد بناء، يعني قول له يا اخوي يا صديقي يا ولد عمي يا ولد خالي حرام او ما يجوز، هو كرهك خلاص، انت مكروه بمجرد ما انت تقول له رايك الديني، بمجرد ما تعطيه روايه او حديث، بمجرد ما تعطيه ايه وتبين له خطاه يكرهك. ليش طلعت عيوبي؟ وهذا بينك وبينه مو قدام العالم، ركز، هذا الموضوع يمكن بينك وبينه مو قدام العالم، يعني انت يعني حساس وايد، وصلت المعلومه بالشكل الصحيح، يكرهك ما يحبك. هذا الزمن اللي احنا فيه صار كذي، انك اذا انت ما تأيدني ما توافقني ما يعني انت ما تمشي لي ما تستر علي، عرفت شخصي انا اكرهك. لا تطلع عيوبي احترمك، تطلع عيوبي اقول لك تركتك وفعلتك. احنا في الزمن هذا يقول لك سوف تمتلئ الدنيا ظلما وجورا، وبداية الظلم كل يوم اقول هالكلام، هذا هو بدايته، ان اخوك يقلب عليك، اختك تقلب عليك، اخوك تخيل يمر عليه بالايام والاشهر ما يسال عنك، وايد ترى بالكويت وبالسعوديه نفس الديره بنفس المكان، اخوك ما يسال عنك، ما يتصل عليك، اختك ما تتصل عليك، ليش؟ عارفينك انك صاحب حق، ما يلجؤونك، هذا بنفس الديره، وايد عوائل كذي، وايد ناس متعورين، اخوي ما يدري عني، ولا راح يدري عنك، ليش؟ خذيت الدنيا، خذيت الدنيا. اخوك تدري متى يدري عنك؟ لما يجي له مرض ويشوف الموت، هني دورك. اختك تدري متى ترد عنك؟ تدري عنك لما يجيها المرض والموت، تدري عنك هني لما يشوفون الموت. وينكم؟ احنا قاطعين صلة الارحام. يا الله حسن الختام، سامحني يا مولاي، سامحني يا اخوي، سامحني سامحيني يا اختي، سامحني يا صديقي يا جاري. من يشوف يقول للدكتور او يدري انه بيموت او المرض جاله، يبتدي يودع الدنيا، يبتدي يصلح متى؟ عقب ما الفاس طاح بالراس. نفس الطريقه الاصدقاء، صديقك الحين باختصار شديد ما يأيدك، متى ما طاح وتعور وانبط راسه
هني يجيك يقولك الله 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 يا ريتني مصدقك. وايد ناس تخالفك الحين، وايد ناس من متابعيني يخالفوني، لكن متى يدرون أنا صح؟ لما يطيح نفس القاذورات والنجاسات ومشتقات الخنازير، بمجرد ما يصير فيه فشل أو ينهار جسمه أو يروح يفحص ويشوف فيه عنده مشكلة، إيش بيقول؟ بيقول يا ريتني سامع كلام الدكتور والكابتن حداد. الحين عرفت ليش، الحين عرفت ليش كابتن حداد يصرخ وكان قاسي على المافياتكو، كان قاسي على الدودكية كان يطحت فيها. كل هذا عشاننا، كل هذا عشاننا، قاعد يحارب الدودكية وعرض نفسه للخطر، للخطر وللاغتيال وممكن للقتل بأي لحظة ينقتل، والسبب انه قاعد يحارب المافيات. عادي في ناس تستهزئ، لا مو لهالدرجة، لا لهالدرجة، انا قاعد اضرب مافيات، اضرب شركات، وقاعد ابين مشاكلها وعيوبها. حكم انتو ادرنا في يوم، ليش انا كل حلقاتي هذه انزلها في اليوتيوب؟ لاني ادري ان في يوم راح يجي راح الكل يعرف اني انا فعلا قلت كلمة الحق، وما خفت من اي احد، ما خفت الا من رب العباد، لان انا هذه وظيفتي اني لازم استنكر، لازم استنكر. وانا الوحيد دون الشباب في الكويت اللي 32 سنة، مو اقصد كخبرة لا، اني شفت ربعي ماتوا وبلاوي صارت، واللي صار جنس، واللي صار مخنث، واللي صار قواد، واللي صار عقب ما كانوا رجال، البعض مو الكل، البعض بسبب الهرمونات والمكملات الغذائية والقاذورات والنجاسات والمواد الحافظة اللي تنعتني. انا شفت غيري ما شاف، يعني لما يدق علي واحد عمره 20 سنة او 21 يتكلم يكسر خاطري، ما يفهم. اقول لك انا 32 سنة، يعني انت قبل لا تنخلق، قبل لا انت تنخلق اصلا انا شفت ربعي ماتوا، اقسم بالله قاعد يموتون بسبب المكملات الغذائيه مو الهرمونات. يبا الهرمونات خير ويفاهم غلط، يقصون عليكم، ما يبونكم تشوفون الحقيقه. فانت شلون تبي ربعي، البعض من ربعي تبي يأيدني وانا قاعد اضربه، كان يطلع في اليوم 1000 2000، والحين صوتي بدا يوصل، بداوا الناس يكشون من القاذورات والنجاسات ومشتقات الخنازير، شلون تبي يحترمني؟ يبي المال، ما يبي الله، ما يبي رسول الله، ما يبي اي احد، ابي المال. انا انت باختصار انت خسرتني، انت شو رفيجي، انت ضربتني، فهمت شو اقصد؟ فشيء طبيعي يكرهك، ما يحبك، لانك انت ما جاملت. يقول لك اذا انت ما تبي تبيع يا يبا لا تتكلم، ليش تخرب علينا؟ هاي كلمه اصدقائي، ليش تخرب علينا؟ احنا فاتحين محلات، فتحنا محلات، ليش تخرب علينا يبا؟ زين انا ما خربت عليك، انا قلت وجهه نظري، شو المشكله؟ فهمت شخصي الغالي؟ هني رفيجك يكرهك ويتمنى لك الموت ويدعي عليك كل يوم بالهلاك، كل يوم يدعي عليك بالهلاك. أكيد والله، وأقسم برب العباد إن أعز الناس لي وأصدقائي، هذا قسم، أصدقاء عشت معهم يعني وفديتهم بروحي وصارت لهم مشاكل وهواش وقطيت نفسي للهلاك، كان ممكن أموت بسببهم، وهم كانوا ينحاشون، والله العظيم كانوا هم ينحاشون. تصور انا افزع لك وانت صاحب المشكله تنحاش وانا اصير بالوي وكنت ممكن انطعن عشان خاطر صاحبي. تخيل هالناس هذه الحين تدعي علي بالهلاك، ليش؟ لانهم اشتغلوا مع مافياتكو، اشتغلوا مع على طبعا ربعي مو بس بالكويت، على مستوى مصر وسوريا ولبنان، انا قاعد اتكلم بشكل عام، مو بس ربعي بالكويت، لا على المستوى يعني على بشكل عام يعني، عرفت؟ والله العظيم انه يجبرهم، سبوه، هذا يجبر اخوه يقول لاخوه سبه، وهم الاثنين اعرفهم، يقول لاخوه سبه، سبه وطيح فيه، وطيح فيه شرفه، يطيح فيه عرضه. ليش؟ ليش سبيتك؟ ليش؟ انا سبيتك؟ انا غلطت عليك؟ انا جبت اسمك او عائلتك؟ لا ما جبت. ليش؟ لاني انا بس عارضت بشكل محترم القاذورات والنجاسات والمكملات الغذائيه وقلت مشتقات الخنازير. قلبوا علي. تصور قلب الا واحد منهم، الا واحد فيهم اللي انا اعتبره شريف وعفيف ورجل ومحترم واخلاق، من هو تعتقدون؟ هو الوحيد اللي كان يدق علي، هو الوحيد اللي كان يواسيني، هو الوحيد اللي يقول لي سير. من هو؟ ها؟ احسن. هو الوحيد، شوف مو كويتي طبعا، كلنا احنا عيال واخوان خليج، لكن مو لديرتي، ابو علي البحريني حسين جاسم بطل العالم والاسطوره، عمره ما زعل مني، كان يدق علي ويقول لي روح الله معاك. اكثر الباجي في حتى مو بس ابو علي، في غير ابو علي، كان يقول لي روح الله معاك، روح، وكان يدز لي ادعيه يقول لي دير بالك الله معاك، انت مع حق،
انت مع الحايزي يعطيك العافيه، انت لك فكرك والناس لهم فكرهم، عشان كذي هو الوحيد اللي دائما يمد ايده، هو الوحيد ما زعل مني ولا تضايق، هو الوحيد اللي يمد لي ايده يقول لي انا ترى باي خدمه تحت امرك انت حبيبنا يعني، وانا معاه عشره عمر، تخيل هذا الاسطوره ابو علي البحريني اللي ظلم باكثر من بطوله، ظلموه، ظلموه لانه يقول كلمه الحق، ظلموه لانه 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 ملك نفسه، لانه مو قلقوس، ظلموه لانه ما مشى مع اي احد. شوف تابع تاريخ ابو علي البحريني او حسين جاسم، تابع تاريخه تلاقي عمره ما قلقس، طول عمره راسه مرفوع، عمره ما قلقس، عشان كذي لانه ما مشى معاهم ولانه ماشي بروحه وماشي صح قام يطلعون عليه اشاعات ويضربونه. ما انا الوحيد كنت اقول له لا ترد على احد، هم ما يحذفونك الا انك انت احسن منهم. انا قاعد اتكلم على مستوى العالم، مو بس بالكويت والخليج، لا مستوى العالم. ابو علي اللي ماخذ بطولات عالميه ودوليه انا مالي شغل، ففي ناس قامت تضربني فيه، ايش معنى هذا اللي انت قاعد ترفع له؟ وانت شكو انا بخاف منه؟ اي قاعد ارفع له وطز باكبر شنب، كيفي انا حر، انا اي رفع رفيجي ومحترم واخلاق وقيم يعني ما ادري شنو، وانا شكو فيه، هو حر بحياته، انا اعرفه كونه رجل محترم اخلاق عنده وما شاء الله رجل يعني ونعم رجل بمعنى الكلمه، لكن غيره اللي بعرف يجي غيره اللي راح يقلقس لفلان وعلتان وباع ربعه والكل يد، غيره اللي يقلقس وبوس الايادي ويلحس الريول حتى الاظافير يقرب، هذا على مستوى العالم مو بس بالكويت، اتكلم على مستوى مو بس بالكويت، اقول البعض مو الكل، البعض على مستوى العالم يقرب ويمسح قرعته شفت الجوت شلون يتنعم، ينعمون قرعته شي اجلكم الله، هذول مافيات العالم معروفين اللي في امريكا وفي الدول المتقدمه، انتم عارفين يعني وايد مافيات، ما يعني مصيبه انك تلاقي ربعك يقلبون عليك وانت تستغرب تقول ليش يقلبوا علي، انا ما ذكرت احد ولا ذكرت اسامي، ليش؟ لا انت طقيتنا برزقتنا، ورزقتك كلها خنزيره، رزقتك خنازير، رزقتك اختلت ربعنا، اقول له رفيجي مات، تدري ايش يقول؟ رفيجي مات، يقول يبا الاعمار بيد الله، مات بسبب الهرمونات او بسبب القاذورات والنجاسات او بسبب المواد الحافظه، مات يبا يعني هذا يومه والله كاتب له يومه، عرفت؟ يومه شنو يومه؟ يا يبا هذا مات منتحر، انت سايق سياره وقطيت نفسك من الجبل، يومك الله كاتب لك تموت شي ولا الله يعلم، في فرق ان الله يعلم والله كاتب لك، لو الله كاتب لي عين ما ادش جهنم الحمراء، عين الله يكتب لي اشرب خمر والمخدرات، يلا اشرب خمر واقول الله كاتب لي، ومت من الخمر او من الادمان واقول الله كاتب لي، مت من الهرمونات واقول الله كاتب لي، مت من القاذورات والنجاسات واقول الله كاتب لي، غلط قاعد يعني يلعبون، اي واحد يموت يقولك هذا يومه، حرام حرام حرام، الله كاتب له يومه، وانا اقول لا، انتوا اللي قتلتوه، انتوا اللي قتلتوا ربعنا، انتوا اللي قتلتوا عيالنا، اعطيتوهم السموم، اعطيتوهم مشتقات الخنازير والمواد الحافظه اللي تنوحفنا، شلون يومه؟ انتوا قاعد تذبحونهم، انتوا ما تبون يعيشون، عايشين مع امراض، انتوا اللي وديتوا اكثر الناس علاج بالخارج، انتوا اللي هريتوهم بالمواد الحافظه والادويه قصيتوا عليهم، أنا ابو دكتور وبعض ما اقول لك دكتور يعطيه بعض المواد تقتله، بعض المواد يبلعها الحبوب هي بسبب موته، يبلع حبوب ورايح يتعالج يعطوه يموت، تفاعل مع هذا مع هذا ما ادري شنو، ما تحمل القلب، سرعات بالقلب، الكلى، ما فجأة مات، هو مكتوب له بسبب انه احنا شنو؟ احنا يعني واثقين بهالتجار، فهمت؟ في ناس ماتوا قدامك بالنادي يعني شفت؟ اي طاحوا بالنادي وماتوا وايد قدام عيني، مو بس انا قدام ربعنا. واحد يسلم عليه تبوسه فجأة تلاقيه ميت، طيب اسعاف شايلين بالنادي. مات يا يبا ومزعبل. شو السبب تسأل؟ يقول لك ضربات القلب زادت، بسبب شنو مشروبات الطاقة؟ أو بسبب الإفدرين. أو بسبب ألف علة، أو بسبب الهرمون. مات. شباب. ناس توهم متزوجين ماتوا. واحد من ربعنا راح يفتح الباب دق، راح يفتح باب الديوانيه، ها راح طلع كذي تاخر والباب دق، طلعنا لقيناه ميت بالطريق معضل عضلاته، شلون مات هذا؟ تو معانا ما في شيء، ما يعلم شيء، ضربات قلب جلطه، واللي يقول لك سكته قلبيه، يا يبا شو السالفه؟ ناس قاعد تموت قدامنا، ماتوا قاعد يموتون،
ونروح نسأل ونقول برفعك ما دي لا ما نبي سن الزهور. واحد توه مات من 3 أشهر عمره 41 تاب تاب تاب. وقف الهرمونات وقف القاذورات ما لا التيار جال التيار ضربه ضرب بلاوي أمراض الدنيا. قال ما بي ما بي لما مات يعني وقف صار لأربع سنوات يا للتيار. هذه هي القاذورات والنجاسات ومشتقات الخنازير. حتى لو تبت تلحقك لحق خلاص الكلى انتهت الكلى راحت الكبد انتهى القلب فيه تضخم يعني مات الرحم. حتى لو قلت بتوب توبة نصوحة بتوب توبة نصوحة حبيب التيار انت من توقف كل شيء ويه مصيبة اللي راح تشوف. ما في انتصاب ما في بلاوي سودة تعيش مع المرأة يعني عشان كذي انتهز فرصة. اللي تائب ما أخذ الهرمونات وطاح في التيار هذا وقام يسحبه وشاف الهلاك تعالوا لي وإن شاء الله نظف جسمكم بدل لا يصير فيك ضرر 100% راح أحاول كثر ما أقدر كثر ما أقدر أخففه. تعالوا عندي بالسوبرات وبالأكل الطبيعي. يقول لك وايد تبالغ روح لأمك اسألها وهي تقول لك إذا أنا بالغ ولا لا. إيش علمك أنت يا فرخ اليوم توك أنت فرخ اليوم إيش علمك. أشكر اتصالك الغالي حبيب حبيب مع السلامة. اللي حاب يدش معنا النادي إذا كان تائب مدمن من الهرمونات وتائب ويدش معنا أو من القاذورات والنجاسات ومشتقات الخنازير وتائب وحب إنه ينظف جسمه تعال. اللي انتصابه فيه مشكلة اللي خصيته فيها مشاكل أنا مستعد أعالجه بإذن الله بطريقتي وبنظامي. يسمع كلامي إن شاء الله ما أقول علاج 100% لكن راح أخليه أفضل من اللي قبل على 96 996 455 أو 233. تفضل. وعليكم السلام. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله. اسمك وعمرك يا الغالي. عبد الله العمر 24 من الكويت ان شاء الله. تفضل. اول شيء اعطيك شهاده شكر وتقدير لك انك انسان نظيف معدنك اصيل صراحه. انا لا لا عندي استفسار ولا شيء انا جاي يعني بس يعني شهاده انا قدام انك انسان نظيف قلبك ابيض ما مو نفس النوادي. انا مشترك نادي مدربين اشكال الوان تجي تجيب لك واحد طق هذا اخذ البروتين يعطيك كورس قيمته 200 شيء ما يعني كل اكثرهم يبغوا يسوقون عقب الدجاج. بس انت ما شاء الله يا كابتن العم عبد الوهاب انك انسان يعني صراحه نظيف. انا ما اشوف نفسك صراحه ما اشوف نفسك كلش كلش. انا ما اشوف النادي واحد نفسك الكل اهم الفلوس اهم الدينار يعني نفس ما يقولون. الله يوفقك يا ولدي. الله يوفقك حبيبي. بس كابتن انا عندي نقطه بس خذ راحتك. انا الحين كابتن عندي مشكله ان طولي 168 160 نعم حك الله يا ذكر يا عم عبد الوهاب تقريبا سكر. الو الو تفضل حياك الله. اسمك وعمرك. عليكم السلام. الله يحييك. معك جاسم العمر 21 سنه. مو قاعد تكلم يا جاسم قاعد اكلمك من استراحه. حياك الله تفضل. الله يحييك. والله شوف انك انت ما راح تتوقع اني قاعد استعبط بس هذا مشكله كبيره اتوقع. تفضل. انا هني ما اعرف يعني وايد شباب فقاعد اتعرف على جانب اغلب ربعي استراليين. اي نعم خلي كمل يا جماعه خلي كمل حرام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعافيك. كابتن انا الحديث صار لي تقريبا 4 سنين كذي 5 سنين. اي نعم. فما اخذ بروتينات فاكل كذي يعني طبيعي واركب و من قبل تقريبا شهرين خليت بروتين منشف تنشيف كان فسوالي يعني
يعني شلون اقول لك يعني ما ادري رحت صيدليه قال عندك هرمونات مدري شنو صار يعني فيني شلون اقول لك يعني نعم. يعني دكتور الله يعزك يعني الله يكرم السامع يعني صاير اشتي وايد عرفت شلون؟ اي نعم. فيعني قالوا عندك مدري سالك بوليه التهاب مدري شيء مثل شغله كذا. حلو. وبس هذا دكتور وانا ما ادري يعني. يعني انت يتلك الشهوه الحيوانيه فليش ما تقول دكتور فانت ما انت قادر تدرس ولا شيء ومخك كله صار جنس في الجنس اي وانا رايح متزوج دكتور يعني يعني حسيت يعني بمشكله انك انت تبي على طول وهذا الشيء قام يؤديك يعني ما تقدر يعني تنام ولا تقدر تتحرك انت متزوج وزوجتك معك في استراليا انا متزوج دكتور عرفت شلون فيعني لما انام يعني صار يعني الله يعزك يا ولكم السلام يعني صار ينزل بسرعه هو صحيح هاي مشاكله انك ما يمديك هذا بسرعه يعني دكتور والله انا عرفت شلون يعني تندمت اني خليت الشغله هذه يعني البروتين وقعدت على تقريبا يمكن شهرين او ثلاث اشهر انت الحين قطعته؟ يعني قطعته دكتور بس الحين فيني الشغله هذه رحت الصيدليه وخذيت دواء قال انت تغز انا ما اخذ دكتور نصيحه لا تاخذ اي ادويه للموضوع هذا نصحتك كنت كيفك اعطاني دكتور حبه قال هذا محفظات ما شيء قول له محفظات شيء. لما تبليك قطها بويها عرفت شلون دكتور فيعني الله يعزك الله يكرم السامع يعني دكتور يعني صاير بسرعه يعني مو نفس اول ولا شيء يعني ما مداني خالص انا فاهمك ما في استمتاع يعني ما يمديك وهني انت ظلمت زوجتك يعني انت تستمتع وهي ما تستمتع هاي مشكله كبيره فاهم اللي صار وياي والله دكتور انا من زمان كنت ابي اكلمك وكذي فقلت يمكن الموضوع هذا ما يصير على هو وكذي فما انا اعطيك اياها الحل لان هاي مشكله كبيره الحل باختصار شديد جدا انك انت ما تاخذ اي علاج من الصيدليات تقطه لان علاجهم هم سم يعالج شيء ويضرب شيء لا تصدقهم شوف القذف السريع علاجه بسيط جدا اولا قد يكون عضوي اما لما اقول لك عضوي يعني مسببات الحساسيه عندك عاليه بسبب المكملات والقاذورات والنجاسات فاهم شخصي ادري بس انا افهمك هذا اللي صار فيني كذي والله دكتور الأشهر هذا اللي صار فيني يعني يمكن صار الحين 24 على الحالة حلو كلمني على الواتساب ارد عليك ان شاء الله ماشي ما حبيب بيصر. حبيب حياك الله اللي حاب يلتحق معانا ويعالج مشاكله بنظام الغذائي ان شاء الله احل مشاكله النفسيه وبنظامي الغذائي إن شاء الله حل مشاكل الجسدية بإذن الله تعالى بدون أدوية بدون أي شيء بالرياضة بالنظام الغذائي أحل ما أنت خسران أنت طول عمرك جربت دكاترة أو دودكية أو مافياتكو إنك تجي عندي شهر إذا ما تحسنت لا أشوفك ولا تشوفني وإذا تحسنت اذكرني بالخير وادعيلي على 9-6-9-9-6-4-5-5 أو 9-6-9-9-6-2-3-3 أو 6-6-0-0-150-7 زهير حبيب الكل حياك الله تفضل اسمك عمرك ألو أنا فهمي إيه كمل يا غالي كمل إيه اللي قلت لك إن أنا ما عندي وايد ربع كويتيين هني فتعرفت على أسترانجين حلو طبعا أنا أعرف إن صار لي تقريبا 4 سنين ولا 5 يعني إيه المهم احنا الشباب بينا نروح نادي يعني حديث بينا نلعب وكذي وفي كذا واحد منا يلعب هناك اي نعم اروح وياهم مع الوقت كانوا يقولوا لي ان في اي شيء اخذه وياه ما شنو بس يعطوني اياه اي نعم انا اخذه يعني على طيب نيه يعني فمع الوقت اشوف ان لحيتي راحت او يعني ما كان اقولها فمجهوده صارت حق الشباب لحظه عفوا دقيقه واحده اللي بيزيد وزنه واللي يبي يضعف باذن الله طبيعي 100% قصبا عليه عندي يزيد اللي ضعيف قبل عفوا متين قبل التكميم وقبل الادويه وقبل الحزام الحراري والبدله الحراريه وبدل وقبل لا تبلعون الشغلات اللي تذبحكم وتأذيكم وعنب تضعفكم وتسكن نفسكم تعالوا عندي شهر إذا ما طيحكم بالشهر هذا باليوم نصف كيلو أو كيلو في اليوم لا تيوني باختصار لا تيوني المتين يبي يضعف إذا باليوم ما يشوف النصف كيلو والكيلو ويطيح في اليوم
وفي الاسبوع ما يطيح 4 أو 5 كيلو لا تجيني. امشي على نظامي وعلى السوبرات وقصب عليك تنزل. الضعيف يبي يمتن نفس النظام بالضبط. اهم شيء ما يكون شيء عضوي، ما يكون شيء مرضي، المتين ما يكون فيه قدد ومشاكل ودهون ثلاثية، هم نعالجها بس لا يعني اقصد لا يكون فيه خلل. والضعيف نفس الطريقة لا يكون فيه دود وفيه مشاكل. هذا اهم شيء. باذن الله اللي انتم طول عمركم تجربون العالم والدكاترة والسوشيال ميديا والكذب تعالوا جربوا على قدامكم سوبرات كابتن الحداد ونظام غذائي وتمارين على كيف كيفكم، شوف تزيد ولا لا. اذا ما زد ذيك الساعة يصير خير. الحمد لله احنا معانا حالات راح تشوفون قاعد يزيدون باذن الله تعالى وبركة رب العباد بالنظام الغذائي وبالنظام الحياتي وبالتمارين ان شاء الله تعالى باذن الله الامور تنحل. حتى المرضى ما انا ما قلت سنه ولا قلت سنتين، انا قاعد اقول شهر، اشترك شهر وجرب شهر 30 يوم، اذا ما تحسنت لا توريني وجهك، لا اشوفك ولا تشوفني، اذا ما تعدل حالك لا تجيني. ما قلت لك نفس الدودكيه والمافياتكو 6 شهور وسنه، لا 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 30 يوم تتحسن قصبا عليك، ويعني مو طيب قصبا عليك بنظامي، تمشي على كلامي بالضبط، تمشي على نظامي بالضبط وتلعب حديد وتموت وهم تزيد دق ويزيد وزنك. يعني انت تطلع من نادي زايد عكس اللي يطلع من نادي ناقص 500 جرام او كيلو. كمل كلامك وانا اسف يا الغالي. لا ماكو مشكله. المهم بعد ما اخذت الاشياء اللي يعطوني اياها ربعي رجع اشوف ان ميولي قاعد تنتقل حق الشباب، يعني مو كالانسان الطبيعي. يعني ميولك قاعد تصير مثلا قوم لوط نقدر نقول شد، يعني تفعل ولا ينفعل فيك؟ افعل. حلو، بسبب شنو؟ انا هذا عشان تجي تاج عليك، انا شباب اصلا بالكويت نصحوني فيك، قالوا لي انه هو خبره ويعرف يعني. شوف يا الغالي انا ما قاطعتك الا انا ادري ان كلامك كله الله بالخير. حرام عليك. ماك انا اسف حقي، اسف اسف حقك على كمل. اسف انا جيت اعطيك الزبده بس يلا لا تقول الزبده بالبقر، ادري ان الزبده بالبقر بس كمل روح. لا عادي يعني، بس انا يعني ما حصلت يمكن بالله بحصلك عشان تفيدني وتنصحني شنو لازم اسوي، لان انا حدي خايف على نفسي من اللي قاعد يصير. ان انا تقريبا انت تشوف افلام 6؟ تشوف افلام 6؟ ما اسمع. تشوف افلام 6؟ مرات. الافلام ال 6 اللي تشوفها صبيان مع صبيان؟ قبل كان بنات. شوف انت ما تبي تجاوبني كيف؟ انا قاعد اقول لك صبيان مع صبيان؟ ايه. من متى؟ صار تقريبا شهر. ليش؟ يعني وانت صغير ما تشوف، وانت في الكويت ما تشوف؟ يعني بالكويت لا ما كنت اشوف، من سنين بلش الخراب وياك. اي ليش؟ تعتقد ليش؟ يعني. خلاص كلمني بالواتساب راح اجاوبك باذن الله، كلمني بالواتساب الحين. خلاص يعطيك العافيه، انا خايف اصير في ذكي. لا 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 تكلمني بالواتساب، حاضر ان شاء الله، كلمني الحين بالواتساب. حياك الله. شباب الف مره قلت لكم انا ما اعلم شيء، لكن انا احس المكالمه اذا كانت كذب او اذا كانت مو كذب احس. الف مره قلت لكم انتم قاعد تضيعون وقتكم ووقتي ووقت الناس اللي تبي تستفيد. الف مره قلت لكم، مليون مره قلت لكم، خافوا من الله، اللي يكذب ربكم ما راح يسامحه. لا تتصل وتالف لي قصه، مو قاعد اتكلم عن الاخ هذا، مو قاعد اتكلم عنه، لا قاعد اتكلم بشكل عام. لا حد يتصل ويفتي ويكذب، او لحد يتصل ويجرب انا بشوفه بيصيدني ولا لا. ترى والله والله عيب، انا بلغت باختصار عيب. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا احمد من العراق، عمري 19 سنة وحاليا ساكن في تركيا. حياك الله وتاج على راسي اهل العراق، تفضل. الله يحييك يسلم راسك كابتن. انا عندي مشكله كتفي الايمن، قبل تقريبا سنه سنتين كنت بالمدرسه مخلوع، عندي حاله العب
العب مكاسره اليد بخلع لا ما خلع بس صار عندي الم فجاه قوي 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 جدا ما اعرف شنو السبب. المهم رحت المستشفى اخذت اشعه عرفت الدكتور قال لي ما بيش يعني اعطاني شيء دهونات وحبوب. المهم راح الالم بس من ذاك اليوم لهذا اليوم عندي بي يعني لما اشيل شيء ثقيل او مثلا حركه يعني سريعه مفاجئه بي صوت وبي ميلان على الكتف الثاني وشون عظمه صغيره طالعه ما اعرف شنو السبب. يعني هاي جدا زعجتني هاي المشكله. يعني انت لما سويت الفحصات واشعه ورنين مغناطيسي ما طلع فيك شيء؟ اخذت اشعه ورحت للدكتور قال لي ما في اشي يعني الاشعه رنين مغناطيسي صح؟ لا لا يعني شلون وقفت واخذ اشعه لا لا ما فهمت يعني في اشعه رنين مغناطيسي يعني اشعه ملونه صح؟ انت مو ملونه تقريبا هي هيك اي ورحت قعدت نصف ساعه نصف ساعه تسوي الاشعه 40 دقيقه ولا دقائق؟ لا 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 سريعه 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 لا هذه الاشعه العاديه اي عاديه. انا اتوقع يعني انت فيك اربطه صار لها كم فيك؟ تقريبا كابتن سنتين هيك. انزين تيك حراره؟ لا حراره ماكو. هو كابتن اي الم ما بي بس شنو؟ بي ميلان على الكتف الثاني وشلون عظمه صغيره طالعه اي شيء ثقيل اشيله او اي حركه مفاجئه راسا اسمع بي صوت يعني صوت قوي وواضح. بس ما في الم؟ الم قليل لما من يطلع الصوت يعني بي الم بس لما ما حكى لا ما بي الم. انا انصحك انك انا انصحك تروح تسوي في تركيا الاشعه الرنين المغناطيسي انصحك. هذا الرنين المغناطيسي راح يبين لك الخلل وين بالضبط. انصحك وبسرعه. هو يسوي لك رنين مغناطيسي راح يبين كل شيء. تدري شنو الرنين المغناطيسي؟ مو بس العظم حتى الاربطه تطلع لك. شفت الصوره الملونه؟ جسمك من داخل كله يبين. صحيح فهمتك كابتن. يعني كابتن انت شو تقول المشكله؟ يعني شنو اللي بيها يعني هذا؟ انا شوف انا يجي ببالي في شغلات وراثيه انت ما تدري عنها. لما تقول لي عظمه زايده او 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 عظمه طالعه يجي ببالي يصير في احتكاك يجي ما مليون شغله مليون تغيرت العظمه مكانها يعني مليون الف شغله. فانا تبي الصج هالامور يعني لما تروح عند دكتور ما يقدر يجي بباله. يقول لك لازم اشخصك ومن التشخيص هي مو سحر من التشخيص ومن الاشعه الرنين وهني يعطيك تشخيص. يعني اي دكتور يقول لك يجي ببالي بشيء هذا نصاب وكذاب. يعني انا قاعد اعطيك توقعات يمكن كل توقعاتي غلط. فالافضل انك انت دكتور محترف دكتور شاطر يسوي لك رنين مغناطيسي يشوفك او اخر شيء يعطيك الخلل وين وانتهت المشكله. صحيح ان شاء الله كابتن. بس على طار العظمه هي قبل انا اتذكر ومتاكد يعني لما قبل لا تصير معي هاي الحاله ما كانت يعني لا ميلان بي ولا بين العظمه. يعني شلون بس هيك ميلان على الكتف الثاني وعظمه صغيره هيك شلون يعني بارزه يعني الصوت اي حركه هذه العظمه زياده على زياده فوق طالعه زياده صح؟ يعني بالضبط اي هذه قلت لك وراثه قلت لك هذه العظمه يسوي لها شنو؟ يبشرونها بشر. انا ما بخوفك بس اروح عند دكتور وايد في ناس مو بنفس المكان في اماكن متفرقه بالجسم ينحتونها نحت العظمه هاي الزايده عشان لا تسبب حساسيه ومشكله او صوت انت سوي الرنين ابرك لاني انا ما ادري قاعد اقول لك ما ابي اطلع من عندي. سوي الرنين وراح يشخصك ان شاء الله. صحيح ان شاء الله كابتن. حبيبي احسنت احسنت حبيبي أحسن. يلا عشان قبل نلعب اللعبة ولا ما نلعبها بسرعة خلصونا يا اخوان. باكر عندي دوام. شباب باختصار شديد ارجع واقول المتين يبي يضعف باذن الله يضعف والضعيف يبي يمتن والجبان نقوي قلبه نخليه شجاع طبعا كله باكل طبيعي. بإذن الله تعالى اللي عنده أمراض اللي مناعته كلها يطيح مريض اللي مناعته مو قوية نقوي المناعة. الدودك التائب اللي ياخذ مكملات أو هرمونات وفي خلل وفي مشكلة في الانتصاب في الحيوانات المنوية بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن الله راح نعالجه إن شاء الله إذا قدرنا إذا ما قدرنا بعدين إحنا نحاول نسعي والباقي على الله. على 9-6
996-4555 أو 969-966-233 أو 66-00-157-7 زهير حبيب الكل. المقابلات راح تتم كلها عن طريق زهير بإذن الله تعالى إن شاء الله، بس عشان نخفف الضغط خلينا فيه 3 تلفونات عشان نخفف الضغط، يكون هو لا سمح الله مشغول لأنه ما شاء الله عنده شغل كثير، إلا في بعض الإخوان يجابون على الاتصال. رقعت القلب شلون علاجه؟ أخذ موعد وحياك الله، أخذ موعد عفوا وحياك الله. في شغلات ما تنقال على بعدين. هني رقعة القلب هل هي خوف ولا القلب بدون سبب يرقع؟ هني في يعني في شغلات ما تنقال على المباشر وما تدري انت تاخذ مشروبات طاقة، يعني في بعض التفاصيل ما نقدر نقولها غير لما تكون موجود ويجيك زهير يحلل مشكلتك وهو قاعد يعطيني اياها، يعني غير الحين حاليا على الهواء. اللي بيسأل عن النادي او مكان النادي قلت على الارقام 00-9-00-965-66-00-157 او 96-996-4-544 او 233 او 66-00-157. كابتن كيف نقدر نوعج الماء تفلس مثلك ما شاء الله؟ عادي، قوي أصابعك ولها تمارين معينة، أصابعك تكون قوية، نفس ما تقوي عضلاتك قوي أصابعك، خلصنا انتهت المشكلة يعني. لا زهير مو دكتور. وسواس قهري، مكتئب، عنده مشاكل في المناعة، حيا الله عندنا في النادي نعطيه نظام غذائي وإن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى أمورك تكون 100%. طول عمركم تجربون الصيدليات والدكاترة والأدوية أو بعض الدودكية أو بعض المافياتكم، ما تخسران تجرب شهر، شوف الشهر هذا راح يمشي معاك ولا لا. اتصلوا على الرقم 96-996-544 او 96-996-233 او 66-00-157 زهير حبيب الكل. تفضل يبقى اسمك وعمرك يا الغالي. يمشي معاك ولا لا؟ سكر يا سكر الصوت اللي عندك، كلمني يا الغالي تفضل. 5-4-4-9. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام اخوي، بس عندي استفسار. كلامك على راسك. اسمك وعمرك؟ اسمي علي الرويلي، 24. تفضلي. ونعم فيك الرويلي، حياك الله. اخوي انا لعبت نادي تقريبا 4 سنين بدون هرمون ولا بروتين ولا شيء. ايه ما تحسن، عرفت؟ حسيت جسمي قاعد صح، ما تحسن جسمي الا الهرمون والبروتين، فما ادري عاد والله. انا خليني اقول لك شغله يا ولدي، جسمك عمره ما راح يتحسن الا لما تثقف نفسك وتعرف شنو تاكل. يعني اعطيك مثل، يمكن اكلك من المطاعم الوجبات السريعة انت قاعد تبلع وانت ما تقصد زحير وماهي، صح؟ صحيح. ما تدري، فانت ممكن انا اقول لك طريقة اكلك غلط، اكلك كله مطاعم السريعة، ما تعرف تاكل، مو مثقف، شيء طبيعي، فانت جسمك ما راح يتحسن. قولي انت تعتقد انك انت قاعد تاكل اكل طبيعي وانت اللي قاعد تاكل هم كله زيوت مهدرجة، مواد حافظة نتنوع عفنة، يعني حالة حال مكملات الغذائي. فانت ليش رحت لجأت لتاجر او مافيا او دودكي؟
فقال لك اخذ الهرمون، الهرمون هذا خرب النظام جسمك والغدة الصماء، وقال لك اخذ القاذورات والنجاسات ومشتقات الخنازير والمواد الحافظة النتنة والعفنة، فشيء طبيعي يزيد وزنك. لكن انا يعني اقول لك افحص وتبين وتأكد، ان طلعت سليم لك حق علي. افحص الكلى، تبين بنفسك، شوف الاملاح عندك وين رايحة وين جاية، شوف وظائف الكبد بسبب الهرمونات. انت اخوي متزوج؟ متزوج. عندك عيال؟ عندي واحد. انت تزوجت وجبت عيال قبل الهرمون ولا بعد الهرمون؟ لا والله بصراحة بعد. بعد الهرمون. اي نعم. يعني انت تقصد وانت داق الهرمون وانت داق القاذورات والنجاسات يالك الولد. صح. يعني بعز المعمعة يالك الولد. اي نعم صحيح. خلصت انت الحين جاوبتك خلصت؟ اي خلصت. اي بس يا ويلك من الله. اللي يكذب على الله ربك ما يرحمه، اقسم بالله انت راح يجيك بلاء عظيم لانك كذبت على الله. انت تعتقد ان الكلام اللي قلته الحين ربك ما راح يحاسبك عليه، لكن انت كذبت. فانت هل تعتقد ان الله بيسامحك؟ تدري لو في احد صدقك بالكذبة اللي انت قلتها، تدري انك انت لغاية ما تموت فانت اي واحد يصدقك فانت محاسب. اي واحد الحين يصدق كذبتك هذه اللي انت قلتها اثناء الهرمون انا جبت الولد، لان استحاله اثناء الهرمونات استحاله تجيب الولد، استحاله، لان عندك مشكله صار عقم، يعني كل اللعيبه يدرون ان اللي ياخذ هرمونات لا يمكن يجيب الا لما يوقف وينظف ويصير عنده عقم مؤقتا وممكن يروح العقم ويصير اوكي. فانت قلت اثناء الهرمون، قلت لك اثناء الهرمون، قلت لي ايه، فهذا دليل كلامك انه مو صحيح. يعني عمره ما تفضل الحين كل ابطال العالم يلعبون هرمون. ليش كذبت؟ ليش كذبت؟ سؤالي والله ما كذبت. انا بيك تستغفر الله امام الكل عشان اقدر اجاوبك. راح نعيد الاتصال مره ثانيه، اقول لك الو ورد. لا تكذب لاني انا اخاف عليك من عقاب الله، اقسم بالله اخاف عليك. كل واحد ياخذ هرمون عنده عقم. الحين اجاوبك بس لا تكذب مره ثانيه، لا تعاند لانك انت تتحاسب، ربك ما راح يسامحك، خاف من الله، انت مسلم انت مؤمن، لا تكذب. والله ما بيك تكذب الحين، استغفر ربك. لا حول ولا قوه. استغفر الله عشان اسمعك، قول استغفر الله. اقول شنو؟ قول استغفر الله. 24 ساعه قاعد استغفر. استغفر ربك على ذنبك وخاف من الله وخاف من البلاء، لا تكذب، اسال باللي تبيه وناقشني وخالفني، وانت زين وانا معاك تماشي، خالفني بس لا تكذب. انا داق مو عشان اتهاوش، عشان مو تتهاوش مي خالف، بس لا تكذب. يعني انت اختلف معاي اسالني، ومن حقك انك انت تستفهم، من حقك، من حقك تقول ايش معنى ابطال العالم، ايش معنى فلان، انا معاك بس لا تكذب. انت الله يهديك قاعد اكلم الريال ودقيت راح. الو الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم ألو. السلام ورحمه الله وبركاته. في متصل اخوي، تبيون اسكر ايه؟ الاتصال واخليه بس واتساب؟ شلون يعني؟ لا في متصل واتساب، وانت عموما سؤالك يا اخواني اتصل واتساب، لاني راح اقفل الحين بس اخليه واتساب عشان حرام نقص سالفه الريال. تفضل يا الغالي، اسمك وعمرك يا الغالي. معاك محمد جاسم عبد الله البدر، عمري 25 سنه من الكويت وادرس بريطانيا، وانا مشكله بس حبيت اقول لك اياها ومفتشل. تدري انك انت معاقب من عند الله؟ ليش؟ دير بالك على نفسك. ليش؟ انا نصحتك نصيحة. شفت البلوى اللي انت سويتها؟ ايه؟ واللي انت قاعد تسويها، انا شوف بعطيك احسب، قول معي من الواحد ليه بالضبط باذن الله 23. اذا ما لحق نفسك وانضبط انا او اقول لك امام، اكتب الورقة، اكتب، جيب ورقة وقلم، جيب. حلو. جيب ورقة وقلم. ما عندي، وين انا بالحديره قاعد. جيب ورقه وقلم. يلا دي بس بسرعه. دي الحين بسرعه بسرعه. اي يلا تفضل. اليوم تاريخ كم؟ اليوم تاريخ طال عمرك 18. كم؟ 18 فوق. ما اسمع. اي بس ما اسمع. اليوم تاريخ طال عمرك 18 فوق. سجل واحد على التاريخ. سجلت واحد. حلو. من اليوم ل 23 يوم كم يصادف؟ من اليوم
يوم ل 23 يوم. يعني تزيد 23 يوم مو تارك 23 يوم، تزيد 23 يوم. حلو. كم يصير؟ يصير طال عمرك ثم انت يصير 15 شنو؟ 15 سبتمبر. الشهر كم يوم؟ الشهر 30. حسبت عدل؟ لا. احسب مرة ثانية. Just guessing. احسب مرة ثانية وتأكد. 18 زائد 30 بس على ممكن سؤال عمي طال عمرك بس. اسأل من تبي لك اللي هتفضل اسأل. بس ليش العد يعني ليش شنو سويت أنا ما سويت شيء أنا صار ما قلت لك شنو فيه. أنا قلت لك اللي عطيتك الزبدة وانت كيفك. انت الحين عيدها هل هذه موجودة في اليوتيوب لو عدتها راح تعرف ليش قلت كذي. يعني حاطها بقناتي باليوتيوب. هذا الحين اللي قاعد تشوفه البث المباشر راح ينزل باليوتيوب هذا. حلو. شوف لو عدتها راح تفهم على ليش قلت لك كذي ولو انت فعلا شاطر خلصت السالفة. خلصت. يا عمي انا وين شاطر انا خبي صاغت سنتين برا. كيفك انا قلت لك انا الشيء اللي قلت لك يا انت حر. قلت لك هذا التاريخ تقدر تبتعد وتوخر وامورك طيبه. ابتعد عن الغربه يعني قصدي. انا مالي شغل انت هذا عاد بيني وبينك وبين نفسك هذا. انا بس داق عليك اقول لك شنو مشكلتي العداد انا ما قلت لك الله يخليك. قول مشكلتك تفضل. طال عمرك انا ادرس برا حلو بولايه بمنطقه اسمها برايز. ايه. والمنطقه هذه يعني معروف عالميا ان الشذوذ كله فيها. وانا يا اخي ماني قادر ادرس لاني كل ما اطلع في الشارع اشوف الناس جنوس استغفر الله مكرم السامع واللي عندك يسمعون. مكرمين ان شاء الله وماني قادر ادرس يا اخي حتى بالجامعه ويا جنوس على اليمين وعلى اليسار يا اخي ابي حل شلون ما ادري يا اخي. اي والله يا عمي والله. الو كمل يا ولدي كمل. اي بس اخذ قبل العشاء اخذ بعد العشاء اخذ اي مكمل هذا هذا صار مكمل يعني بالعقل هذا مو مكمل غذائي. بارك الله فيك دكتور بغيت اسالك. خلي بس اكمل لك بس هذا ما صار مكمل غذائي هذا صار هم ينصبون يقول لك مكمل قول له يخرب بيت امك مكمل وحياتك كلها اكل حبوب شراب بودر ابر كل هذه مكمل يعني انتوا تلعبون على منو قول له شي تلعبون على منو كل شيء مكمل هذا ما صار مكمل هذا صار حياتك كلها بلع سلق بيض وين المكمل هذا. ثانيا قول له دكتور انا اقدر اخذ طبيعي ليش انتوا تحدونا دائما ناخذ البودر والنجاسات والقاذورات. قول له لو ما كان في مشتقات الخنازير قول له بسالك سؤال يا دكتور يا مثقف او يا خبير قول له سؤال واحد انت ليش ما تنصحني اشرب حليب طبيعي ليش تحدني وتحط لي فخه وتقول لي اخذ الحليب هذا ليش ما تقول لي اخذ الحليب الطبيعي هو هذا المكمل احسن من اكل الله هو أفضل من الله هم أشطر من الله استغفر الله يعني أنا آسف استغفر الله يعني هم أعلم من الله بالمكونات الله أعطاك بالحليب مكونات عدل أنت تيجي تلعب بالمكونات وتمدها تخليها بدلا تخلص 3 أيام أو 4 أيام تخليها 6 شهور أو تخليها سنة أنتوا أفضل من الله وتحط لي فيها مواد حافظة قول لها يا دكتور باختصار هذا الحليب مو حليب الله هذا مو مصر حليب لا هذا حليب الشياطين حالبينا من 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 امرأة ابليس من امرأة ابليس محلوب ليش قول له لان في قاذورات ونجاسات وفي مواد حافظة التي نوحفنا حتى طريقة الحليب يعني ان نحوله الى بودر يعني مصيبة فقول له ليش ما تقول لي اكل طبيعي لهالدرجة احنا صرنا الخاص لهالدرجة احنا صرنا ما لنا قيمة فهمت يعني ليش تاخذ المكمل انت تقدر تشرب حليب ولا لا. دكتور انا بغيت اسالك انت الحين لما تاكل بيض في بعض الناس ما يتقبلون البيض لا ياكل بيض في ما اقول لك شغله ركز خلينا اجاوبك في بيض النعام في بيض الحمام في بيض ابيض في بيض التماسيح في بيض يعني مليون بيض فيه الا بيض هذا مليون نوع الله اعطاك يعني بروتين مليون نوع يعني مثلا الحيواني 1000 نوع القزال الخروف الجاموس مليون نوع الطيور مليون نوع ما حد قالك اخذ النوع معقوله فيك حساسيه من كل هالانواع مستحيل استحاله مو عن حساسيه هي انا ما تحس انك يعني تحب الشيء هذا ما تقدر الشيء هذا مثلا يقول لك اكل 4 بيضات اليوم 5 بيضات ما اكل غير الطريقه انا اعلمك طريقه غير الطريقه مليون طريقة يعني انت غير الطريقة تحبها اذا ما عندك حساسية ولا عندك مشكلة غير الطريقة
طيب دكتور على كلامك هذا مو ضجر يمنعون البروتينات يا بعد شبدي اول شيء خلي يمنعون الخمور خلي يمنعون الشبو الحشيش اللي ينباع اللي ينباع بالخش والدس انت جاي تقول يمنعون المكملات خلي يمنعون السجاير خلي يمنعون مشروبات الطاقه خلي يمنعون هالادويه اللي ياخذونها من الصيدليات وتعطي جو خلي يمنعون هذول اول شيء بعدين تقول يمنعون يعطيك العافيه اخوي دكتور حبيب الله يعطيك العافيه وبيض الوجه حبيبي حبيبي حياك الله كمل يا اخوي العراقي اللي تاج انا اسف كمل معي يا الغالي كمل الو يا الغالي كمل حلمك يا الغالي الو الو مو معي يعني ما ادري ايش اقول يعني والله انا محتار ماني عارف يعني يلعبون يعني يقول لك هذا خبير خبير شنو خلي يجيني الخبير هذا اي واحد يقول خبير خلي يجيني حيا الله هو مو يقول خبير خلي يجي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيك الصحة والعافية بعد جوا ابو يعقوب وياك حياك الله يا ابو يعقوب وبياك تفضل الله يسلمك إيه عمرك كم يا ابو يعقوب 29 سنة انا اكلمك امس كلمتك على الفخار انت اللي وصلت الكويت اي نعم ونعم ونعم ابو يعقوب حياك الله تفضل الله يحييك الله يسلمك بارك الله فيك ابو عبد الله بالنسبه حق الاخ اللي تو قاعد يتكلم عن البروتينات اللي هي الواي بروتين والامور هذه انا يعني في شغله انا سويتها بالاكل صراحه مدام انت مثل ما يعني سعر العلبه هذه اللي قاعد يشترونها 30 دينار و25 وهذا ليش ما يشتري له طاقه بيض؟ ليش ما يشتري له صدور دجاج؟ يعني بالعقل يعني 30 زين كرتون البيض كم سعره مثلا انا اشتري 90 فلس مثلا زين انا ممكن اقول لك شغله وانت ضيف عليه وكمل نعم الحين يقول لك في وايد دراسات طلعت وانا ما اعتقد فيها لكن الكل يعتقد فيها اللي يقول لك الانسان طبيعي مثلا اللي يلعب رياضه مثلا على الكيلو كم ياخذ اقرام مثلا خلينا نقول على سبيل المثال مثل يضرب ولا يقص مثلا 100 جرام مثلا ويقول لك او 200 جرام مثلا على سبيل المثال انزين انت لو حسبت الدراسه هذه صدرين ثلاث صدور دياي باليوم كله في ال 24 ساعه على شويه بيض على شوي يعني تقدر تاخذ انت ليش تاخذه من المكمل؟ صح وتوزعها طبعا تدور احنا نعطي امثله الحين انا قاعد اعطي مثال انت الحين معدل على كل كيلو كم جرام؟ يعني مثلا انا الحين مثلا وزني 86 قولي مثلا 184 اخذ يعني تقريبا لو بضرب يعني خلينا نقول لو بقسم كل 25 جرام باليوم على ثلاث وجبات او خمس وجبات نقول مثلا 25 25 50 75 بينهم يعني مع وجبتين كذي يعني ما ادري والله ابو عبد الله يعني حسبه تقريبا مقاربه على الوزن تكون عرفت؟ حلو انت يعني انا اقصد هل انت قادر توفرها من الاكل الطبيعي 100%؟ شوف في طريقه تقدر توفرها بالاكل بس يعني انت يعني انا مستغرب لما يجيك يعطيك الحسبه يا اخي انا قادر هذه الحسبه هذه يعني اخذها من طبيعي صح زين ليش انا اتجه سؤال انا اتجاهي ليش اتجه للمكمل هني بس بفهم انت الحين قادر تغطي وانت عارف ان البروتين ما يخزن الجسم وين يروح يروح ينزل على الكبد وعلى الكلى ويطلع الزايد وين يطلع؟ بالبول اجلكم الله يا انا بالبول عزك الله وبالبول يعني هو يطلع الحين بالبول انزين انت عارف ان هذا لكن تدري ليش لعبتهم ياخذون الهرمونات ليش اقول لك ان المكملات كلها نصب واحتيال يقول لك انت تاخذ هذا المكمل وتاخذ البروتين العالي وتغز الهرمون وظيفه الهرمون ياخذ هذا البروتين ويقط العضل يعني كله ضرب بضرب شيء فوق طاقتك شيء يعني انا ما دخلت تكلمت بالتفاصيل في حلقات كثيره فانا اسف قاطعتك كمل يعني باختصار انت قادر تاخذ احتياجك
انت ليش يقص عليك تحت اسم مكمل؟ يا جماعة هذا مو اسمه مكمل، هذا صار حياتك كلها، غير نفسيتك، غير حياتك. بدليل شلون مكمل غذائي وانت 24 ساعة عندك مليون نوع، انت تاكله اكثر من الاكل الطبيعي. يعني اصبح المكمل اكل الله، هو اللي صار مكمل. اكل الطبيعي هو اللي صار مكمل، وهو صار اساسي. بدليل راقبوا نفسكم، بدليل راقب انت كم نوع شاري، طالع شوف، ركز شوف انت شارب كم، وحاط وحياتك كلها ماشي ماسك جنطتك ومضبط ساعتك، وكل شوي اصبح اكل رب العباد والاكل الطبيعي هو المكمل. والاساسي اكل الشياطين. انا اسف كمل. لا عفو عليك، هو صح كلامك بمحل، هذا اللي انا بوصله. ليش الحين في مو يبيعون الحوافظ هذه البلاستيك مثلا بتشتري لك جنبة وجبات اللي يبيعونها بالمحلات؟ يا اخي بدل ما اشتري بروتين واشتري مثل ما قلت مكملات، شيء صبح شيء ليل شيء قبل النوم شيء مدري شيء، ما اكل بعد شنو الواحد ياكل؟ متى ياكل متى ياخذ؟ مسخره صارت صراحه. يا اخي اشتري لي جنبة واقسم وجباتي، مثلا خلينا نقول ست وجبات مثلا بالحوافظ هذه فيها سته، اقسم اكل الفريش احطه فيه. يعني بعد احترام لك ابو يعقوب، لو انت قلت هالكلام التجار ما حتشتغل. ما حد يشتغل، يسكرون محلاتهم. لو قالوا نفس كلامك المحلات تسكر، ما حد راح يمرض. هذه السالفه. فهل المشكله ان كلمت الملحق الثقافي وقلت لهم عن السالفه هذه؟ قالوا لي والله انت اللي اخترت المنطقه هذه، وانا قبل 3 سنين مختارها. عرفت شلون؟ ايه. فبتكفى حل، الله يخليك، الله يبارك فيك يا رب، يسلم لي عمرك يا رب. حبيب حياك الله. الله يحييك يا رب. بس الحين اعد يعني مره ثانيه ولا شلون؟ ما اسمع. اعد مره ثانيه من 18 الى 30؟ عد لحظه الحين. 25 ها؟ يعني ازيد على تاريخ اليوم 25؟ سيب 23. يصير 2 9. يصير 2 9. حلو. حياك الله وبياك. الله يسلمك يا رب. والله مشكور، والله اسعدني طال عمرك وحليت مشكلتي، بارك الله فيك. حبيب. والحين لما عد واخلص شو اسوي؟ حلت مشكلتك. حلت ان شاء الله. بس. الله يسلمك يا رب، ما قصرت والله. والله حيلك حيلك فدودكية هذول. حياك الله. اكيد اكيد بالانستغرام قاعد يطالعونك هذول. اي والله ابيك طال عمرك تبطهم بط الشركات هذول اللي وحقوا عيالنا واخواننا. جروث ما جروث، مو جروث، شو اسمه هذا؟ البروتينز ما بروتينات. شو اسمه؟ البروتينات هذا فورتنتلي يعني انا للأسف. انت تدري كم نوع بروتين فيه؟ يعني انا بعطي، انا ادري ما شاء الله انت مثقف، تدري كم نوع فيه بروتين؟ كم؟ عادي الوف يمكن؟ يعني لا اقصد تعرف اساميهم؟ انا اعرف واي بروتين بس. وبعد؟ ياخذ انا اسمه واي بروتين. وبعد شنو فيه؟ وفي جنرما. صح جنرما. وبعد؟ وشنو بعد؟ ما ادري والله ما اعرف. اللي تعرفه قوله. اي اعرف جنر واي بروتين وسي بي اي ماي بي سي اي ماي شنو هذا؟ محبوب انا اللي اخذه طال عمرك، مدرب عندي مدرب هناك وهو يقول لي خذ شذي وخذ شذي. انت منتظم عليهم؟ منتظم؟ لا 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 قطعتهم انا، صار لي شهرين قاطع خلاص. ليش قطعتهم؟ يا معود صار فيني الحين كل شيء اضربه بالخلاط طال عمرك. حلو. اي والله لحم دياي كل شيء بالخلاط. وصلت ترى فايده، وكلمت الوالد انا وقلت له، قال لي كلامك صح بس مو كل شيء، لان الوالد دكتور استشاري تغذيه، يقول لي صح كلامك بس مو كل شيء. مثال يعني البيض ما تخلطه مع اللحم والدجاج، هذا اسمه against the rules you know. yeah yeah yeah. ومن اللي قالك اخلط البيض مع اللحم؟ ما لان انا يوم شفت باليوتيوب شفتك قلت اي شيء ضربه بالخلاط وكله. يعني انا قلت لك مثلا الحليب مع السمك مع البيض عادي. لا انا عبالي كذي، بس يوم شفت مره ثانيه لا طلع غلط. اي والله احسنت. وانت من المحسنين والله يا اخوي. تدلل يا رجال. الله يسلمك. تبي شيء عمي؟
ثم ماذا؟ ثم طال عمرك مشكلة ان دوامي بلش 17. ثم ماذا؟ والله ما الشكل بدق على السفارة. يلا يعطيك العافية عمي. ثم ماذا؟ ثم شنو؟ لا ثم ماذا؟ ألو. ثم ماذا؟ ثم فقط. ثم لا شيء عمي. ثم ماذا؟ والله عمي ما أعرف شرط ثم يعني شنو. ثم ولا يعني شنو ثم؟ ثم ماذا؟ ثم nothing. That's all I got. ثم ماذا؟ والله ما أعرف عمرك. ثم والله هذه سالفتي عمي وانا قلت لك اياها. اي والله. ثم ماذا؟ يعني شنو ما فهمتها. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ والله عمي ما ادري ايش يقول. ثم ماذا شلون يعني ما فهمت من اي ناحيه. ثم ماذا؟ يعني كلنا واحد قصدي. ثم ماذا؟ ثم طال عمرك انت الانسان الصحيح وانت تدري لو يمسكونك مكان والله مكان الشباب بالرياضه طال عمرك. اي والله انك متفدى. اي والله انك متفدى. بس وين يعني رجال عنده دكتوراه ومخلص البكالوريوس وين اي جامعه اي جامعه. ثم ماذا شلون يعني ثم ماذا؟ والله عمي انا اقول رصيدي يخلص بس يفداك والله. ثم ماذا؟ شلون والله ما ايش اقول. ثم يعني شلون ثم ماذا؟ والله عمي صوتك يخرع احس بالحلم طالع. الو ثم ماذا؟ عمي والله مش شنو ثم ما فهمت انا شلون يعني ثم. ثم ماذا؟ والله يبي له شوي الحين معدوم والله شوت. على كل حال عمي يعطيك العافية سامعني على الإزعاج وعسى الله يوفقك إن شاء الله بحياتك. اي والله السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا شيء بيني وبينه هو راح يفهمه بعدين. هو راح يفهم. أنا وعدكم أمس اللي تابعني أمس بالحلقة راح يفهم السالفة. وعدكم شيء راح تشوفونه إن شاء الله. إيه ما عليه مو مشكلة بسيطة. ايش رايكم نلعب لعبة؟ اللي موافق يحط رقم واحد واللي مو موافق بس تبون تفتحون باب اتصال اي كلام حطوا رقم اثنين. لكن ممنوع الزعل. اللي يزعل ممنوع. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيك العافية كابتن. الله يعافيك ويبارك فيك. طويل العمر يعني أنا فكرت بشيء أنت أثرت بالأشياء الثانية بس أنا كنت ناسي اللي هو الحين في الدوات. شلون تعرف أن هذا في مواد خنزيرية ولا في مواد مرات يقول لك أنه مو حلال هذا الكاكاو أو شلون تعرف شنو الرموز؟ حلو. ادخل على الجوجل واكتب رموز او جيلاتين الخنازير. رمز جيلاتين الخنازير يبين لك. اكتب
مرات يكتب لك الاستيفين الصويا مثلا، هذا حرام صح؟ شوف في برنامج تنزله بالماركت، هذا البرنامج برامج كثيرة، بس انتبه انتبه ان البرنامج يكون عفوا موثق، لان في برامج دودكية، الدلاديل والسرقول والكوتا كوتا، دير بالك من هالبرامج، لان انت تدري اي واحد يقدر يسوي برنامج وينزل الحين الماركت صح؟ سهولة سهولة. فانت دور البرنامج شركة معتمدة وموثوقة، هذا البرنامج ما يتغشمر، في اكثر برنامج عالمي، مجرد ما تحط الكود يعطيك الرمز، اذا قال لك مشكوك اذا لازم تتبين وتتاكد. اي يعني الحين اي كلام هذا حتى لو كان اوروبي، اول شيء حضر الجهاز ليش اوكي خلاص، ما في كلام، ما في قلب، ما حدا حيروح المستوصف، ان ما في شغل، ما في فلوس، الناس ما يعني يعني خلاص الناس تقعد تسكر محلاتها، هم لازم المستشفيات تشتغل، المستشفيات الخاصة عدل، لازم لازم علاج بالخارج يشتغل، لازم الصيدليات تبيع، يعني انت لو الناس طبقوا كلامنا تبي الصج ما حد راح يروح الطبيب، والله ما في حد يروح الطبيب، خلاص اكلك طبيعي ومقسم، فيقول لك احنا ايش فايدتنا، لا احنا شو نسوي، نسوي اعلانات قويه قويه، نثبت لكم ونجيب لكم اهل العلم بفلوس، يا دكاتره وما ادري منو وخبير غذائي ومافياتكو ودودكيه وكوتا كوتا ودوك دوك، ونجيب لك الف الف شغله زين عشان نقنعكم ونسحركم، كثر يقول لك الزن على الودان امر من السحر، فانت تدش السوشيال ميديا تلاقيهم طالعين بوجهك، تروح الانديه بوجهك، بالجامعه بوجهك، بكل مكان بوجهك، اخر شيء تقول معقوله كل هذول غلط، فانت اخر شيء راح تطيح وتاخذ وتصير واحد تصف دور تصف دور، متى الله اعلم، في واحد بسرعه يتاثر من اول سنه ويروح علاج بالخارج او يموت او كبد او كله او قلب، وفي اللي بعد خمس سنوات، وفي وهي الساعه الساعه بخمسة جنيه والحسابه بتحسب الساعه بخمسة جنيه وماشيين والناس ماشيه، هذا كله وهذا علاج فانت كلامك يخسر. تفضل كمل. والله العظيم يعني انا لما استغرب من الناس اللي تدش المحلات خبلها ب 100 دينار و 150 و 200 و 1000 و 2000، يا اخي هذا لو يحسب المبلغ هذا يقطعه، خلينا نفرض يقطع على ماكله، ماكله تاكل بس اكل وشيء فرش، يا اخي لا يعني حتى لا مثلا ليش ما اشتري انا الاكل واحط عندي يعني هالميزانيه هذه واقسم وجباتي مثلا من اول ما اقوم الصبح لقبل النوم مثلا، هما مثل ما قلت هذه ما ادري يعني ماخذينها كتسويق او ماخذينها كتجاره، صارت الصراحه يعني شيء قوي مو شويه، المحلات اللي قاعد نشوفها يعني انا اقول لك انا صراحه جد غيبه، انا ما الف وادور عليك، انا قبل كنت اخذ فعلا، لكن بيني وبينك كله يعني كله نصب واحتياط ماكو شيء، هذين لما نقول بس اخر شيء معود مثل ما قلت خلاص جسم لا سبحان الله يقول لك هذا ليمت خلاص، اذا تعديته راح تدش مرحله الخطر، هيك حوار الله لا يقول بالكبد او بالقلب، طقات القلب تزيد، انا صارت معي ترى يعني ابو عبد الله طقات القلب كانت تزيد عندي وايد، بس يوم رحت حق الدكتور قال انت شنو قاعد تاخذ؟ قلت له اخذ كذي كذي كذي، يقول حبيبي قطه كذا بالزباله، اقرب حاوي عندك قطه واكل اكل فرش والعب سباحه بس كذي، قال قلت له ليش؟ كان يقول شوف السباحة طول ما أنت قاعد تسبح قاعد تحرق تستفيد وتبني عضل زين، وثاني شيء تطلع سعيد، يقول لك الماء يخليك سعيد سبحان الله، وطبقت الشيء هذا ومشيت وياه الحمد لله، الفلوس اللي أشتريها هذا كانت على الكلام أشتري على الأكل وعلى صحة بيتي وحق أهلي، ومن الأكل اللي أنا أكله هو حقي حقي وحق عيالي حق بيتي أولى، وفرت الحمد لله. الو اي وياك انا اعطيك تخلص احسنت. اي نعم انا يعني صراحه ابو عبد الله انا دقيت عليك وقاعد يعني بشوف ايش في بعض اللي يدقون حتى ارسل بعد الاتصالات انا قاعد اتابعك على طول ما شاء الله. وصراحه يعني يوم اللي انت ما تطلع فيه احنا نزعل، احنا نبيك على طول تجي تستمر. وانا متابعينك ترى. حبيب حبيب. اي والله. عرفت؟ لكن انا كلامي لما اقوله حق شخص كنا يقول لي ها بس ما راح تقدر ما تقدر توفر ما قلت يا من الحلال انت الحين قاعد تشتري مكملات زين، انت تقول لي مكملات صح زين،
يعني هذا واحد قاعد يسأل شو يقول؟ خذ بروتين واحد بس بكمية معقولة ممتازة. أقول أنت اللي قول كمية، أنت ما تفهم، أنت يعني ما في كلامي واضح. قبل لا تبلع السحير والماحي أنا آسف وتتسمم، افهم شنو مكوناته، شنو هي المواد الحافظة، شلون تم تصنيعها، بعدين ازحر. لكن أنت تزحر وتمرض وتموت وآخر شيء ليش مرضتانا؟ يعني أنت لا تفكر في عضلاته وتنسى يعني استغفر الله الشغلات الثانية اللي ما يمكن لا صلاتك ولا دعائك، أو يمكن تأذي الكلى والقلب أو الكبد. لا، خلي عندك عقل. الفرق بين الإنسان والحيوان أجلكم الله العقل، والله هني قال لك تفكر يعني وانظر إلى طعامك. وايد روايات وايد أحاديث، انظر. أنتوا ليش ما تطالعون؟ ليش تصدقون كلام التجار والمافياتكم يعني اللي يبيعون مشتقات الخنازير والقاذورات والنجاسات؟ او قال لك اخذ هرمون خنازير او اخذ هرمون حيوانات على طول ركبت. يعني وين مخك؟ يعني انت عادي، انا والله اخذ شويه منه بشكل معقول، مو محتاجه، جسمي ما راح يتعرف عليه، كلامي عربي، انتم ما تفهمون هذا الكميه، جسمك راح يعاني منها، في معاناه راح تصير داخل جسمك. يعني الجسم لما يشوف يقول اوه 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 وصلت القاذورات، وصلت يعني الكبد، والله تعاني. كمل يا الغالي. الله يسلمك. بعد اول بالنسبه حق موضوع الهرمونات، الهرمونات طبعا معروفه كلها مضره، وكل يعني مواد كيميائيه وكمواد ما ادري شنو فيها، ما الله يعلم. مره يقول لك مره صادوا كميه في زيوت السيارات تستعمل حق يعني القام، حتى صراحه ما في مصداقيه ولا شيء، وهذا اصلا شيء يعني غريب احنا استغربنا منه. يعني انا عندي واحد اعرفه كان ياخذ هرمونات، يقول لي فجاه شريت هرمون وقلت يعني طاح بالنادي ريال، يعني طاح. في يوم سالنا عنه وهذا قال يبا ريال يبا غسيل كذا خلاص. ليش؟ ما اخذ طلع شيء بالزيت، هي المواد هذه تكون بعض الهرمونات ولا بعض الهرمونات كلها مخلوطه زيوت اي حاجه على قولتهم، يخشون بالناس والناس مصدقه تاخذ وتقز ويقز. يعني انا كان توني واصل النادي قاعد اشوف كلها ابر طايحه، شيء مو طبيعي صراحه. النادي متى صار كذي؟ يعني ما في وعي، ما ادري يعني هل انه ممكن يعني في يعني جزاهم الله خير مثلا جمارك الصيد، البلدية، التجارة، وزارة الصحة، الرقابة الدوائية، الأمور هذه. جت فترة الحمد لله قام في شوي شوي في ناس، بس للحين تحس إن للحين في تجار مثل ما قلت. التاجر ما يهمه. يعني حتى في اللي كان اتصل علي قبل، أنا في واحد كنت أتابعه وياك برمضان أذكر. قال شغلة. قال لا تصدق لا التاجر ولا تصدق اللي بيه نفسه. هو التاجر او اعتقد جنة اللي يسمونه اللي يسوق او شيء كذي يعني، وهذا فعلا صدق واقع. هذا شفناه قدامنا، ناس طاحت، ناس ماتت، ناس يعني وصلنا لمستوى اوكي هذا عضلات ويعني هذا خاص بوصل انا بس اساس اني افصخ واسوي دبل باي ولا سوى، وبعدين شو الفائده؟ حتى كرتون كلينكس ما اقدر اشيله، هذه مصيبه. الله شلون ابو عبد الله؟ حبيبي ما قصرت يا غالي. قاعد راسك. حبيبي ما قصرت، مشكور. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. سامحني دشيت عليك بالخط شوي، قاطعتك على المتصل اللي بعدي، بس انا صراحة هي. يعني انا حاب اوصل شغلة، بدل ما الناس هذه قاعد تشتري بروتينات هالسوالف، انا اقول يفضل يشتري له اكل او يروح لاقرب سوبر ماركت. ما شاء الله الحين الجمعيات سوبر ماركتات بشكل مو طبيعي قاعد تبطل، الحمد لله. في كل شيء. في الاكل الطبيعي. مثل ما قلت واقسم بالله ابو عبد الله، الواحد لما ياكل طبيعي صدق والله عافيته ترد. طبعا طبعا في حتى في امراض تتعالج يعني منه. ايه انا على حكم انا عملي، انا عملي ميكانيك، لما يشتغل احط بالمكاين بالجيرات والامور هذه، اي اشيل جير قبل ما كنت اقدر اشيل، الحين سبحان الله الواحد يقدر يشيل عاد الحمد لله، اللهم لك الحمد. صح يعني الصحه والعافيه. شو ايام قبل شلون كانوا؟ والله كانوا ضعاف، بس يعني تشوفها بالبحر وتشوفها بالغوص ولا بهذا، يعني سبحان الله تشوفها غريب بس ما شاء الله عافية. لما مسكت ايده يعجن لك اياها كذي. الله يعطيك الصحة يا ابو عبد الله وما تقصر. حبيبي مشكور. الله
أشكر حبيب حبيب أحسن. أشكر. إخواني اللي بالكويت اللي حمتين يبي يضعف أو ضعيف يبي يمتن أو اللي عنده مشاكل صحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا بس دقيقة معاكم إخواني. دقيقة بس في شيء مو طبيعي. لحظة شو خلينا نشوفه. شو الموضوع هذا من السالفة؟ شو السالفة؟ بس خلكم معي. كبيرة مسافة. اوكي كذي ماشي ماشي. نعطيه هني بعد سو كذي. اوكي نجي هني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور والسعادة العزوة يا أهلنا وتاج الراس من فوق. الله يعطيكم الصحة والعافية ويبارك فيكم جميعا إن شاء الله. الله يبارك فيكم وجعلكم من هالجنة إن شاء الله. خلونا بس يعني ودي أتكلم في موضوع بس قبل أتكلم فيه تكلمت اليوم فيه. إي صح خليكم بس ما دقيقة واحدة. نشرب بس ماء. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم ولعن كل من عطش مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. نبلش. شلون زهير ما يرد؟ زهير يرد على الكل يا الغالي. شلون ما يرد زهير؟ عندكم رقم 96 996 455 أو 9 6 9 9 6 2 3 3 أو 6 6 0 0 150 7. شلون ما يرد زهير؟ يرد عليكم. معقولة ما يرد زهير؟ مستحيل يعني. خلونا نبلش. راح نتكلم معاكم كم موضوع. بعد شوي نفتح باب ال الله يعطيكم العافية. خلونا نبلش بموضوعنا بس ننطر ناخذ أسئلتكم. أقول ما احنا بعد ايه على طول نصكك بلوك. ما راح تجي مرة ثانية لأنك انت واحد من المافيات. حتى مسجاتك بالتحديث الجديد مع السلامة. الله يعطيهم العافية. حدثوا يدرون في ناس للأسف حثالة
يعني على طول شوف حتى تعليقه تروح تمسح. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك كابتن؟ شو صحتك؟ حياك الله حياك الله كابتن. وياك برغام من العراق. تاج على راس اهل العراق. حياك الله تفضل. رحم الله والديك كابتن. قبل يومين حلمت بيك. ان شاء الله خير. والله كابتن هم حلمت حلمين، هم مو بس حلم واحد كابتن. عود حلم انت مرتك على العراق. قبل لا تقول الحلم إذا كان زين قوله، إذا كان مو زين لا تقوله، لأن في رواية وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه تجمع الأخيار دائما الحلم. خلنا أعطيكم بس المعلومة هذه، إذا قلت الحلم حق واحد ما يعرف يفسر الحلم وفسره يتحقق تفسيره. خلنا أبين بس بالموضوع هذا، يعني إذا في واحد حلم في شخص حلم مو زين، الأفضل أنه يتصدق أو أنه يقول أتصدق، يقول حق اللي حلم فيه. إذا كان مو زين تصدق، ادفع لك شيء، دفعة بلاء أفضل، لأن أي واحد الحلم نعم خطير، نعم إخواني خطير جدا ترى، إن واحد يحلم حلم ويقوله، أو حتى لو حلم عنك هم ممكن يتحقق، حتى لو قال تفسير الحلم طلع يعني غلط يتحقق، حتى لو غلط يتحقق. هذه الأمور مذكورة ومثبوتة عندنا، يعني حتى مثبتة. فإذا خير قوله، إذا مو خير بارك الله فيك لا تقوله، وخليني أدفع صدقة. لا كابتن الحمد لله خير هو إن شاء الله. تفضل كابتن. أول حلم أنت عود على ساد جالي العراق. ها كابتن شلون؟ ودخل عود بيتنا بعد. كابتن أول حلم أنت عود على ساد جالي العراق. أني جاي العراق. حلو، خلوه يكمل حلمه. يبش فيكم. حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي كابتن عبد الوهاب. حياك الله، اسمك وعمرك يا الغالي. وياك جمال المطيري، عمر 21 سنة. تفضل حياك الله. بغيت أسأل عن البروتينات اللي اسمها الوي بروتين. إيه. إيه أنت كنت يعني ضد البروتينات. مو أنا اللي ضد البروتينات. أهلا. إيه. كمل. اي انا بغيت اسال عن الوي بروتين اللي مو موجود فيه، اللي يقول لي انا سالت دكتور يقول لي ما في الا في مصر الحليب. صحيح. ايه ما في الا منتجات خنازير ولا الاشياء اللي تقول انت. ماشي، الدكتور اللي سالته تقدر تدق عليه تخليني اسئله قدامك عشان تطمئن. دكتور تغذيه ترى هو بعد. اي اوكي، دق عليه وخلي يصير على الهواء مباشره. دق عليه الحين. حياك الله. الدكتور في جامعة الكويت وحتى بعد. اي دق عليه الحين عشان يكون يعني ما عندي رقمه. هو دكتور يعني. عفوا اقصد يكون وجه لوجه، يعني اخواني انا ودي بس ابين مساله، ان اي واحد يقول لك شيء قول له تعال على الهواء مباشره، قول له يوميا الدكتور والكابتن عبد الرحمن الحداد يشبك بالليل من بعد المغرب، فانتم ليش ما تسالونه قدامنا؟ صح ولا لا؟ قول له دكتور ما انت خسران اذا انا اتصلت عليك وخليتك ترد على الدكتور والكابتن عبد الرحمن الحداد، يعني ويصير على الهواء. لكن لو انا قلت لك شيء الحين او رديت عليك بهالكلام يمكن ما تقتنع. انا بغيت بس وجهه نظرك. وجهه نظري انت احتياجك، انت ليش تبي البروتين؟ يعني انا بسالك سؤال، شوف خلنا بس اعطيك مقدمه. اول شيء هو يقول لك مكمل غذائي صح؟ مكمل غذائي يكون. تخيل بس اجاوبك. تخيل اخوي مطيري ولدي تخلي يقول لك مكمل غذائي. ركز معي، مكمل غذائي واحد، مكمل غذائي قبل التمرين، مكمل غذائي أثناء التمرين، مكمل غذائي بعد التمرين، مكمل غذائي أول ما تفتح عينك وتقوم من النوم، مكمل غذائي قبل تنام، مكمل الغذائي قبل الوجبة، مكمل بعد الوجبة، مكمل قبل الزقارة بعد الزقارة، المكمل غذائي قبل تطلع من البيت، مكمل غذائي أول ما تدش من البيت، مكمل يعني شنو؟ أي مكمل هذا؟ ما صار مكمل هذا؟ يعني ما صار مكمل غذائي اللي حياتي كلها مكمل. والله حلوه. يعني انا اقوم من النوم اكل، اروح النادي اكل، اثناء التمرين اخذ، ورا التمرين اكل.